بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عادة كل محاضرة في الكورس كنت بحط آية مختلفة أو دعاء مختلف، وبعد كده بنتكلم على موضوع الكورس، على موضوع المحاضرة، وبعد كده بنحط كود نقعد نتكلم فيه. بس أنا إن شاء الله بإذن الله الكورس كله، إحنا 14 يوم تقريبا، خدنا مرة المرة اللي فاتت وبقينا 13 يوم including النهاردة. الآية دي هتفضل معانا من الأول للآخر عشان ان شاء الله نبقى بنجدد نيتنا كل محاضره احنا يعني جايين هنا ليه. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هو طبعا كل المواضيع بتاعه الراديولوجي هيبقى نفس المعنى، او الطب عموما هيبقى نفس المعنى، بس احساسنا في الامرجنسي ممكن يبقى اعلى شويه على اعتبار ان هو يعني it's a matter of life, you have to save life now. احساسك ايه بالحاله الارجنت اللي انت قدامها دلوقتي؟ كان يو مانج ولا لا؟ عارف تتصرف وتروح وتيجي فيها ولا لا؟ at least you have to call for help. يعني the most junior على الاقل يبقى عارف ان هنا في مشكله لازم نتحرك على اساسها. هقول بس هيدلاين سريع قبل ما نبتدي المحاضره. الكورس بتاعنا emergency radiology interactive course، تمام؟ دايما برضو بيبقى فيه العنوان بتاع الكورس بتاعي بيبقى ثابت، كل المحاضرات بتبقى نفس الباك جراوند. الباك جراوند الصوره دي انا اللي مصوراها في بوستون تشيلدرنز هوسبيتال، دي مستشفى اطفال تمام تبع هارفارد في بوستون في امريكا. رحت برضو عملت فيها بيدياتريك نيورو راديولوجي اوبزرفر شيب. لطيف قوي المنظر، كان عندهم جاردن كده ورا في المستشفى، ولقيت حد كاتب بالطباشير تحت يو كان دو ذس، مكتوبة بالتباشير على الارض. ويعني وده طبعا طفل كان جاي يتعالج، وده باباه، يعني الصوره دي حقيقيه مش فوتوشوب. فدي برضو اللي هتفضل معانا الكورس كله، يو كان دو ذس، ايا كان ايه هو ذس ده. يعني ذس ده انا وانا بتكلم في الاول في كل المحاضرات، ذس ده مقصود بيها حاجات كثيره جدا، حياتك وشغلك ودنيتك ومذاكرتك وامتحاناتك، كل حاجه يو كان دو ات ان شاء الله باذن الله. الكورس بتاعنا emergency radiology interactive course. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحوار بتاع الانتراكتف هيبقى ازاي، وهنعمل clarification لشوية في الحاجات اللي ممكن تبقى متلخبطة الناس في البريك للمجموعة الانتراكتف. القصة بقى بتاعت الامرجنسي، الاوتلاين بتاعنا واحنا شغالين في المحاضرات هيبقى ايه. الامرجنسي ده نوعين، في نوع تروما وفي نوع نان تروما. ليه مقسمينهم كده؟ لان العيان بتاع التروما هو اوريدي جاي لي وانا عارفة الكلينيكال باك جراوند بتاعه، غير التاني جاي بيقول لي هيستوري وانا بدخل نفسي في ديفرنشال دايجنوزيس، هو عنده هيدك وانا بدور ايه الهيدك ده سببه ايه. لكن عامل التروما ده سبيسيفيك انتيتي، انا جاي لي انا عارف انا داخل بدور على ايه، خلاص انا عرفت الباك جراوند بتاعه، ففي شويه حاجات كده ده اللي انا المفروض اخش ادور عليه. لما هنيجي نتكلم في الكورس بتاعنا هنتكلم على التروما emergency radiology والنان تروما emergency radiology، ده بلوك وده بلوك، وده هيبقى هتلاقوه في الجداول اللي هتتوزع عليكم في البريك ان شاء الله. التروما هنناقش فيها البرين والسباين، هيد اند نيك، تشيست، ابدومن، ماسكلو سكيلتون، ابر اند لور ليم، اند اوبستاتريك. النان تروما هنناقش فيها البرين والسباين، هيد اند نيك، تشيست، ابدومن، بلفيس، ميل اند فيميل، اوبستاتريك اند بيدياتريك. التروما ايمرجنسي هو ده اللي احنا هنبتدي بيه، البلوك الاولاني اللي هنبتدي بيه المحاضرات على كذا يوم، كل برانش تقريبا هيبقى في يوم، وده زي ما قلت هتلاقوه في الجداول اللي هتتوزع عليكم في البريك. التروما از ديفايند از ا سادن ان اكسبكتد دراماتيك فورسفول فايلنت ايفنت. كل الكلمات دي تخليك تبقى مخضوض ان عيان التروما ده سمثينج سيريس، ما هواش حاجه تتاخد لايت، مش واحد داخل هقول له بس استريح معايا شويه اشوف العيان ده واجي لك. هو اللي له البريوريتي وانت شغال سونار، مين اللي يخش الاول، هو ولا يعني ولا حد جاي لك بيقول لك بس انا عندي جول بلادر كوليسيستايتس، سسبكتنج كوليسيستايتس او رينال كوليك او ما الى ذلك، لا عيان التروما اللي هو يخش الاول. Plumped penetrating explosive and thermal forces are common causes of traumatic injuries. لازم نبقى عارفين ان التروما دي الباك جراوند بتاع حاجات كتيره، لان ممكن في ناس اول حاجه تيجي في بالها اول ما اقول كلمه تروما ايه؟ حادثه عربيه تمام؟ لكن هي التروما مش كده، التروما اسباب كتيره جدا، ولازم ابقى انا اورينتد بالسبب. عشان كده الناس لما تيجي نكتب هيستوري مثلا لحاله سي تي يعني تقريبا بيبقى هيجي لي هارت فيلير لما الاقي الكلمه اللي مكتوبه لي ايه تروما. ايوه تروما ايه؟ تروما ايه؟ وقع من على السلم ده تروما. انا اتكعبلت من على الرصيف دي تروما. حادثه عربيه دي تروما. واحد خد طلقه نار دي تروما. التروما ايه؟
تروما ايه والعيان شكله ايه اللي جاي لي، يعني هو كونشوس مش كونشوس، فايق ماشي على رجله، لا والله ده هو يعني يعني فايق بس مش عارفه جاله فوميتنج فهو عشان كده مركز، يعني هو ايه لازم ابقى انا عارف الباك جراوند تروما دي كذا انتيتي وانا ماشي. بيست براكتس في التروما بيشنت سبيد والاكيورسي والكواليتي، سبيد واكيورسي والكواليتي. سبيد ان انت لازم تبقى سريع في الفحص بتاعك ايا كان ايه هو الفحص، سي تي الترا ساوند اكس راي، ايا كان ايه الموداليتي اللي احنا هنستخدمها، لازم ابقى سريع في قراري وفي الوقت بتاع الفحص. طب انا ده مين اللي هيقرره؟ قراري انا دلوقتي، حد كلينيشن جاي يسالك بسرعه العيان ده عنده كذا 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 اعمل له ايه؟ ايه الامجنج موداليتي؟ لازم تبقى انت عارف انا يعني انا قلقان من ايه؟ الكلينيكال كويستشن بتاعي ايه؟ فهسجست ان العيان ده اعمل له ايه؟ ده السبيد الاولاني. تاني حاجه الاكيورسي، الاكيورسي ان انا اطلع فحص منضبط الكواليتي بتاعته كويسه اقدر اطلع منه بكلينيكال داتا. يعني عشان كده مثلا التكنيشن قاعد على السي تي طلع لي فحص اي كلام، هو اللي مضرور ولا انا؟ انا اللي قاعد بكتب الفحص في الاخر. فانا الكواليتي بتاعت الفحص ده حاجه لا اتنازل عنها. في كل حاجة، أنا ما بتكلمش على specific imaging modality، أنا بتكلم في العموم. الكواليتي والاكيورسي بقى ان هو يبقى اكيورت ان الداتا تبقى طالعه كويسه، عشان اطلع الحاجات دي السرعه ما تخلينيش اتنازل عن الكواليتي بتاعتي في الاخر. ان انا سريع او ان العيان unconscious ده يخليني اتنازل عن الكواليتي بتاعتي، لا، في كل الاحوال انا بحاول اوصل لاحسن كواليتي ممكنه في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لي. تمام؟ ما وصلتش I have to report this. افرض العيان دخل على السي تي وبيتحرك ومش قادر وجربنا مره واثنين وخلاص ده يعني الماكسيمم وبتوع التخدير رافضين يدوا له حاجه اناسيزيا مش عارف اتصرف، خلاص I have to report this ان انا الايمج كواليتي degraded بالموفمنت الانكنترولبل بتاعت البيشنت، لازم اريبورت ان انا الكواليتي بتاعتي مش از اكسبكتد عشان لما ينقص الفحص حاجه ابقى انا فاهم هي نقصت ليه او انا ما عرفتش اعمل لها اسسمنت ليه. التروما عموما اول ما العيان يخش لي اهم حاجه treat the greatest threat to life first. يعني ما ينفعش العيان بتاع التروما اقول له روح اعمل الترا ساوند وانا لسه ما ظبطتش الاي في لاين بتاعه، ما ظبطتش الاير واي بتاعته، الحاجات بتاعه الامرجنسي اللي في الاي ار اللي هي مش الشغل بتاعنا، بس ما ينفعش ابدا بالامجنج قبل ما ابدا بالاي بي سي دي بتاع التروما، ان انا ابقى البيشنت سيف، ان انا بريثنج ويل والسيركيليشن بتاعته كويسه. الاي بي سي دي اي بتاعت التروما ان الاير واي والسيرفايكال سباين كنترول يبقوا مظبوطين، البريثنج والفنتيليشن يبقى كويس، السيركيليشن والهيمورج كنترول يبقوا كويسين، ديسابيليتي والنيورولوجيكال ستاتس بتاعته ابقى انا عامل لها اسسمنت، الاكسبوجر والانفايرمنت ابقى انا يعني مطمن على العيان من بره ان هو يعني كلير ان انا اقدر اعمل له الفحص، الحاجات دي ساتد وكويسه انقله للايمجنج او الراديولوجي ديبارتمنت عشان اشتغل فيه. ما ينفعش العيان يبقى عنده مشكله في الاير واي مش يعني مش عارف يتنفس اساسا وانا اقول له استنى وما نعمله الالترا ساوند الاول، اصلا عايز امشي. ما تنفعش، لازم انا الحاجات دي انا مظبطها الاول وبعد كده ابدا الايمجنج بتاعي. بعد كده بقى هنستارت، دي كانت يعني زي سيرفي كده جنرال، هنستارت بقى الحاجات اللي احنا قلناها. هنتكلم النهارده المفروض المحاضرتين بتوع النهارده برين في التروما او الهيد تروما، هنتكلم يعني على الايتمز بتاعتها. The expert in anything was once a beginner. هي ايه الجمله دي؟ الاكسبرت المحترف يعني في يوم من الايام كان حد مبتدئ. الجمله دي تريح لنا اعصابنا واحنا بنتعلم وتخلي يعني وانت بتتعلم يبقى عندك الحق ان انت تتعلم. يعني ايه؟ ما حدش يقول لك هو انت ازاي مش عارف القصه دي، ما هو كل واحد فيه ليفلز. عيب عليك لو انت مش عارف القصه دي، لو انت في ليفل مفروض يبقى عارف المعلومه دي. كان في احد الدسكشنز مع حد من زمايلنا محمد عبد العزيز، فكان بيتكلم على حاجه موضوع تاني، فقال لي اصل احنا مشكلتنا في مصر ان احنا بنقارن احسن لقطه باوحش لقطه، احسن لقطه عند حد باوحش لقطه عندنا، وهما ممكن يبقوا سابقنا واحنا نبقى لسه في الاول. فعلا هي دي المشكله، اللي هو ايه؟ نايب يقوم مقارن نفسه بالكونسلتنت، اصل انا مش عارف هو عارف وكتب وي 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 وانا ما عرفتش، الظاهر ما فيش فايده، الظاهر انا مش عارف اتعلم، الظاهر يعني الموضوع صعب. لا، هو انت المفروض تقارن نفسك يعني ايه باللي مفروض تبقى عارفه في المرحله دي من شغلك، وتبقى مدي الحق لنفسك
ان انت يعني تجرو، ان انت يعني في يوم من الايام انا هكبر وهتعلم وكده، لان كل الاكسبرتس اللي حوالينا كانوا بيجينرز في الاول. ما تخليش حد يتنطط عليك بمعلومه هو عارفها، الا اذا كنت انت ليزي اصلا ومش بتاع، يبقى تستاهل بقى. مش قصدي حسيت والله، بس بعد ما الجمله كانت طلعت بس برضه ما نقدرش، انت بالذات ما نقدرش نتنطط عليك تمام. فكل شويه نفكر نفسنا ان the expert in anything was once a beginner. التروما، الصوره دي هحطها كل محاضره في التروما عشان نبقى متخيلين ان الفيلم بتاع والسيناريو بتاع التروما ده بيبقى حاجه. يعني احنا عشان في الاشعه دايما بنشوف، ما بنشوفش الباك جراوند، بيوصل لنا مثلا ايه الفيلم، يعني بنشوف العيان الا اذا كنا في الالترا ساوند تمام. لكن في السي تي انت قاعد قدامك الفيلم مش شايف الباك جراوند. ايه الباك جراوند؟ ان في عربيه اتدهست وموتور بايك اتدهس وفي حد يعني بيموت في الاي ار وفي فاميلي ديسترويد في الباك جراوند، يعني في حدوته كبيره ورا. انت محتاج تبقى المانجمنت بتاعك اسرع quickly and accurately، تبقى بسرعه وباتقان. الحاجات دي تعملها ازاي؟ بالنوليدج. قلنا المره اللي فاتت نوليدج از باور. لو انت عارف الادوات بتاعتك هتقدر تمانج القصه صح ومظبوط وفي الوقت المظبوط. بتاعت النهارده بقى، المحاضره بتاعت النهارده الهيد تروما. اول حاجه زي ما قلنا قبل كده لازم تبقى قاعد وعارف اليوم هيمشي ازاي. الرود ماب بتاعتنا، التايبس بتاعت الهيد تروما، وبعد كده التكنيك بتاع الايمجينج، وبعد كده الراديولوجيكال ابروتش. هل انا النهارده هقول كل حاجه عن الهيد تروما؟ ات از امبوسيبل. لما تيجي تقرا في القصه تلاقي القصه فيها داتا كتير. يعني انا كنت عايزه يعني احط كل المعلومات كده اجمعها واقوم حطاها ومديها لكم، بس ات از تو ماتش. ففي الاخر التصور اللي انا وصلت له ان هو يعني ايه المهم اللي انا احب ان انت ما تطلعش من غير ما تبقى عارف. عايز بعد كده بقى تقرا وتزود، يعني ده يعني لو انت شغال في حاجه emergency center you have to read and explore انا ممكن ايه ازود المعلومه ازاي. طيب مش شغال في حته فيها ER center دلوقتي، خلاص انا معايا الفيرست ايد باج زي ما قلنا المره اللي فاتت، دي كده الشنطه بتاعتي هتنفعني لو اتنقلت في الشغل المكان فيه emergency، هبقى عارف البيزكس اللي انا بدور عليها وبعد كده اقدر ابني فوقيها. اول حاجه الايه التايبس بتاعت هي تروما. اول حاجه ان التروماتيك برين انجري ده الايتيولوجي بتاعه زي ما لسه قايلين من شويه فاريبل. حادثه، وقعت سلم، وقع من على السطح، حادثه عجله، اتكعبل من على السلم، ده جان شوت تمام، ده مش عارفه بيلعبوا ببندقيه رش فجاه طلقات فيه، كل دي سام سورت اوف تروما تمام. التروما عادة بيبقى فيها مورتاليتي وموربيديتي. مورتاليتي ان انت ممكن عيان يموت منك، موربيديتي ان هو هيطلع بكونسيكونسز نتيجة التروما اللي حصلت له. الموتور فيكل اكسنت، انا الصور برضو دي تهمني، اللي هي الصور اللي تبقى يعني تعمل لك برين ستورمنج، ان انت تبقى متخيل انها ات از سمثينج سيريس. لو انت متخيل ان في بني ادم جوه الموتور فيكل دي لما حصل لها كراش بالشجره، عشان تبقى متخيل ان انت بتتعامل في حاجه سيريس مش حاجه لايت، مش انتي نيتال كير مثلا. طيب الكلينيكال فايندنجز او الكلينيكال باك جراوند اللي انا لازم ابقى ملم بيه والعيان جاي لي. احنا لما بنيجي نعمل اسسمنت العيان هيد تروما او نيورو بيعتمدوا في الاسسمنت بتاعه على الجلاسكو كوما سكيل، ودي حاجه احنا عارفينها من ايام ما كنا بندرس في الكليه الجلاسكو كوما سكيل. دي بيعتمد عشان يقرر هو هيمانج الحاله ازاي، بيشوف السكيل ده اخباره ايه، وبالاضافه بعد كده للايمجنج فايندنجز بتاعته اخبارها ايه. الالمنت ستات السكيل دي بتعتمد على الاي ريسبونس، الفيربال ريسبونس، والموتور ريسبونس. يبقى انا اهو عشان كده بقول لك الهيستوري، الكلمتين بتوع الهيستوري دول هو يلخصهم لو قال لي الجلاسكو كوما سكيل بتاعته اخبارها ايه. طيب السكيل ده ايه؟ من 3 ل 15، هو كده مش 1 و2 لا، هو من اول 3 لغايه 15. من 3 لغايه 8 تز يعني سيفير جلاسكو كوما سكيل، او ده يقول ان العيان ده بور اوت كام بتاعه ما هواش حاجه بروميسنج لما انا اعرف ان هو له جلاسكو سكيل. المايلد اللي هو من 13 ل 15، والصوت فصل ولا المايلد اللي هو من 13 ل 15 تمام.
ده هيبقى الامور بتاعتي بتعامل بهدوء مع الفيلم، لكن التاني انا لازم ادور ايه اللي موقع السكيل بتاعه قوي كده. فمعرفتي بالسكيل هيفيدني في الايه، في المانجمنت بتاعي او في الفحص بتاعي وانا بعمل ايه اسسمنت للايمجنج موداليتي ايا كانت ايه هي اللي معايا. طيب الانديكيشنز بتاعتي بقى عشان اعمل برين سي تي، امتى اعمل برين سي تي او برين ام ار اي او برين ايمجنج وخلاص، بغض النظر مش هنقول ايه الموداليتي دلوقتي، ان انا بقسم الناس لثلاثة جروبس، هاي ريسك مودريت ريسك اند لو ريسك. الهاي ريسك والمودريت ريسك واللو ريسك عاده بعمل ايمجنج موداليتي للهاي ريسك والمودريت ريسك، دول فور شور بيتعمل لهم. طب اللو ريسك في اماكن تعمل واماكن ما تعملش، وفي في الجايد لاينز نقعد نتكلم كلام كتير وامتى نعمل وامتى ما نعملش. في مصر احنا هنا ما بنبخلش على الناس وبنعمل للناس كلها، تمام؟ ليه؟ عشان يعني في السيف سايد، والله اصل احتياطي، اصل اذ ربما لكن الجايد لاينز ما فيهاش كده. الجايد لاينز دي اللي هي ايه، زي كتاب المدرسه اللي بنبقى ماشيين عليه. نعمل يعني في الاماكن المحترمه لما بتبقى ماشي ما بتبقاش ماشي بمزاجك، انت بقى ماشي بالجايد لاينز. ما ينفعش تطلب العيان سي تي وهو مش مفروض يتعمل له سي تي، اوكي؟ طيب الهاي ريسك اللي احنا مفروض ان هو هيتعمل له ايمجنج موداليتي، اللي هم ايه بقى، سيفيرلي امبيرد كونشس ليفل، focal neurological signs and penetrating head injury. اي حد عنده حاجه من الثلاثه دول لازم هيتعمل له ايمجنج موداليتي، تمام؟ يعني ما يجيش يقول لك العيان مطلوب له مثلا سي تي وعنده penetrating injury فانت تقول له ايه، لا على فكره اصله مش انديكيتد الكلام ده لو هو عنده loss of conscious level. ما لا، في طالما هو دخل في الكاتيجوري بتاع الهاي ريسك جروب يبقى كلهم هيتعمل لهم ايمجنج موداليتي اللي هنتكلم فيهم بعد كده. ساعات الفوكال نيورولوجيكال ساينز تبقى ماسكت بالكوما والشوك، عشان كده عين الكوما والشوك لو طلبوا مننا نعمل سي تي هنعمل سي تي على طول. المودريت ريسك جروب اللي هم فيهم ماينور ديستربنس اوف كونشس ليفل، بروجريسيف هيديك، الامور بتزيد مش بتتحسن، في فراكشر في البيز اوف ذا سكال، او عنده مالتيبل انجري، ساعتها برضه هندخله نعمل له ايمجنج موداليتي. اللو ريسك جروبس بقى اللي هم ايه، المايلد او المودريت بوست تروماتيك هيديك without loss of conscious level، ما فقدش وعيه، فدول low level فممكن او low risk، فممكن في الاخر ما يتعمل لهمش سي تي، يتحطوا under monitoring. طيب ايه بقى rule of imaging؟ انا خلاص انا عرفت ان العيان ده جاي لي في تروما في حادثه وعرفت امتى هدخله. طيب انا مفروض بعمل يعني بعمل imaging عشان ايه؟ عشان الحق العيان من الاخر، مش عشان يعني ادايجنوز وادي تريتمنت زي بقيه البرانشز بتاعت الاشعه. لا، انا هنا انا عايزه الحق العيان، الحق يعني ايه؟ تو ديتكت ذا بوتنشالي تريتابل ليجنز، الحق اللي يتلحق في حاجه ينفع يتعمل لها يعني ايميديت مانجمنت الحقها، مش ان انا بكتشف برينت يومر وبعد كده بعمل له بقى ايه يعني كلينيكال بلان او سيرجيكال بلان، هيتشال وهياخد كيمو وهياخد راديو ايا كان البروسيدور بتاعتنا. لا لا لا، انا مش بتكلم في سيناريو بنخطط له، لا انا عايز ادخله دلوقتي اعرف ايه المشكله اللي لازم تتحل دلوقتي. يبقى انا التارجت بتاعي من الايمجنج ايميديت مانجمنت، انا عايز اشوف ايه اللي ينفع يتعمل دلوقتي، ايه اللي انا لو عملت له ديتكشن هقدر احل المشكله دلوقتي وانقذ العيان من كونسيكونسز ثانيه. To improve the imaging findings، عشان تقدر تفهم القصه لازم تفهم البايوميكانكس او تتخيل ان في ديفرنت بايوميكانكس للتروما، وده هيرجعنا للجمله الاولانيه اللي قلتها ان مهم قوي ان احنا نعرف ايه نوع التروما اللي جاي لي. It's important to keep in mind ان مش كل السيلز بتاعت البرين vulnerable او عرضه يعني او يعني لها نفس درجه الرد الفعل نتيجه التروما. اضعف حاجه في المنظومه اللي جوه البرين الاكسونز، هو اللي ممكن يحصل لها شيرنج بسهوله، واصعب حد البلاد فيزلز، الناس ممكن ما تبقاش متخيله كده اللي هي الايه اللارج بلاد فيزلز اللي جوه، مش هي الاسهل حاجه يحصل لها شيرنج، لكن الاسهل قوي ان الاكسونز هي اللي يحصل لها شيرنج او تتمزق. فرونت بلوز من قدام دي الكومن مع الكار اكسيدنت او الترافيك اكسيدنت، يبقى انا المفروض لو انا متقال ان دي حادثه عربيه عيني اوتوماتيك تروح على الفرونتال لوبس، ابقى قلقانه منها اكتر. لكن لو ده وقع من فوق فولينج فروم هايت، الاوكسيبيتو فرونتال ريجونز او ديستريبيوشن هو اللي ممكن يبقى. الحاجات دي ايه يعني، انت بتغششينا مثلا يعني هبقى داخل ببرشامه قبل ما اخش على الفيلم. الحاجات دي بتفرق جامد، لان انت في الاخر انت قاعد بتريبورت يعني ليست اوف اكزامينيشنز، بتمشي سيستماتيك وبتمشي حسب الريبورت بتاعك عشان ما تفوتش حاجه، بس في الاخر ممكن تفوت.
ايه اللي يساعدك ان انت ما تفوتش حاجه؟ ان انت تبقى عارف عينك رايحه على فين، عارف المشكله فين، وانت رايح تدور عليها في انهي حته. ده مش تقليل من قيمتك، لا بالعكس، ده بيزود من مهارتك وانت بتشتغل، ان انت عارف انت رايح تبص على ايه. ده الجزء الاولاني اللي هو بتاع التكنيك اوف بتاع التروما وانواعها والايتيولوجي والكلينيكال باك جراوند. نيجي بقى للتكنيك اوف ايمجنج. التكنيك اوف ايمجنج ده انا مش هقعد اتكلم على تفاصيل التكنيك في حد ذاته، اكتر من ان انا اللي يهمني ان انت تبقى طالع عارف انا بعمل ايه ليه فين امتى. يعني ما يبقاش حد بيسالك اعمل انهي فحص وانت قاعد متلخبط مش عارف هو ده المشكله اللي انا فيها التروما والهيب دي، الاحسن اعمل له ام ار اي ولا اعمل له سي تي، ادي كونتراست ولا ما اديش كونتراست. المعلومات دي بالنسبه لي كروشيال ومهمه ان انت تبقى عارفها، لان في الاخر بتيجي تصطدم بالواقع اللي هو احنا دايما بنعمل جامب ايه، ان انا عايز اعرف اعمل دايجنوزس للجلايوبلاستوما مالتي فورمز ازاي. ولما اجي اسالك احنا هنشخصها ازاي اساسا، هعمل الايمجنج موداليتي ازاي اساسا، ممكن الاقيك متلخبط مش عارف، ما اعرفش مش عارف، انا لقيت الفحص قدامي وعرفت اشخصها جي بي ام، ايوه بس انا عملت ايه اصلا عشان اشخصها جي بي ام. فلما نيجي نتكلم على التكنيك بتاع الايمجنج، اول حاجه سي تي فيرسس ام ار اي، those are the most common techniques in patients who suffered from brain injury. يبقى اول حاجه هتيجي على بالي اول ما اسمع ان العيان ده في تروما وعنده نيورولوجيكال مانيفيستيشنز او لوس اوف كونشس ليفل او حاجه بتسسبكت ان في برين انجري، هفكر في حاجتين سي تي وام ار اي. مين احسن من مين؟ كل واحد له مميزاته وكل واحد له عيوبه، وده اللي بنقوله دايما في كل يعني لما نيجي نتكلم على التكنيكس في اي جزء في الاشعه، ان انا لازم ابقى عارف ان مفيش حاجه اسمها فلان احسن من فلان، لا هو كل واحد له الادفانتجز بتاعته والديس ادفانتجز بتاعته. وتاني حاجه اقوم شايف ايه المنطقه اللي انا فيها دلوقتي، فبالتالي مين فيهم اللي انا هستفيد منه، مين فيهم اللي هيجاوب لي على الاسئله اللي انا عايزاها دلوقتي. CT remains essential for detecting lesions that require immediate neurosurgical intervention. وده اللي احنا قلنا ده الغرض من الـ urgent imaging في حالات البرين. ايه الغرض بتاع الـ urgent imaging؟ ان انا اشوف ايه الـ neurosurgical emergency، الحاجة اللي محتاجة تتفتح دلوقتي ماشي عشان يحصل management للعيان. انا مش محتاجة اعمل diagnosis دلوقتي، انا محتاج الحق العيان. الحق العيان يعني ايه الحق العيان؟ ايه اللي عايز immediate management؟ اللي هيكتشف لي الحكايه دي السي تي مش الام ار اي، وهنقول الحاجات دي ليه. الصوره اللي محطوطه دي صوره سي تي وام ار اي، ده كده فيلم السي تي، صوره سي تي ودي صوره ام ار اي. الام ار اي بقى دي بسيت النون سيرجيكال باثولوجي نوت فيزبل في السي تي، يبقى دي المعلومه المهمه بالنسبه لي. يبقى السي تي بيديتكت النيوروسيرجيكال findings والام ار اي بيديتكت النون سيرجيكال باثولوجي. سيرجيكال ونون سيرجيكال يعني ايه؟ سيرجيكال ده يعني انا اعمله مباشره، النون سيرجيكال هاخد راحتي واعمل دايجنوزس يعني هناخد المانجمنت ايه within appropriate time بس مش في نفس الوقت. يبقى مين احسن دلوقتي؟ السي تي، لان انا عايز دلوقتي الحق العيان. اوكي المانجمنت استراتيجي بتاعي من زمان كان فيه اكس راي، زمان المانجمنت استراتيجي دلوقتي شال الاكس راي ده خالص من القصه ودخل مكانهم السي تي والام ار اي. فبالتالي السكال اكس راي ده بقى اوبسوليت ان احنا نستخدمه، الاكس راي بقى اوبسوليت ان احنا هنستخدمه، فبالتالي الاكس راي ما عدناش بنستخدمه. فلو حد جه يقول لك ده اصله عيان تروما وانا هعمل له اكس راي وانا هعمل له اكس راي، ده مش جزء من المانجمنت ولا هيفيدني في حاجه ولا هطلع منه بمعلومه تذكر. الاكس راي ممكن استخدمه في الفراكشرز، في البنتريتنج انجري، في الراديو بيك فورين بوديز، بديتكت بيه حاجات مش ما بشوفش بيه حاجه، لكن ما هواش ما يساعدنيش في اللي انا بقوله ده اللي هو بتاع الارجنت اللي هو بتاع الاميديت مانجمنت. واكسبوجر لراديشن على الفاضي، انا السي تي يغنيني عن كل الكلام ده. طيب لما نيجي نتكلم بقى عليهم على السي تي والام ار اي، لازم تبقى عارف شويه المعلومات اللي هيؤكدوا لك السام اب اللي احنا عملناه، الكلمتين اللي انا عملتهم سامري ده، تمام؟ ده التوضيح اللي بعد الايجاز بقى، ايه السي تي وايه الام ار اي؟
السي تي مفترض ان هو يبقى موجود في المستشفيات الكبيره اللي بيبقى او الصغيره اللي فيها جزء ايمرجنسي او طوارئ او معرضه ان هي تتعرض لترافيك اكسيدنتس كتير، تمام؟ فجزء اساسي منها ان المفروض يبقى موجود سي تي. ما ينفعش العيان في اي مكان محترم يخش حادثه وبعد كده تاخده تنقله بالترولي بتاعه ولا بالسرير عشان توديه مستشفى تانية يعمل سي تي. المفروض ان كل ده بيحصل في نفس الاريا او في نفس المكان. اول حاجه ايه الادفانتج بتاعت السي تي في الحوار بتاع الهيد تروما؟ اول حاجه ان هو سنسيتيف لحاجات كتير، للماس افكت، فنتريكولار سايز، كونفيجريشن، بون انجري، الاكيوت هيموريدج، سنسيتيف لحاجات كتيره يقدر يديتكت في سيتنج واحده في وقت قصير. تاني حاجه ان هو افيلبل وايد سبريد، يعني السي تي مقارنه بالام ار اي موجود في اماكن كتيره جدا، ولو ما كانش موجود في المستشفيات فهو موجود في البرايفت سنترز كلها اللي حوالين المستشفيات. فيعني الافيلابيليتي بتاعته مقارنه بالام ار اي يعني في فرق كبير، تمام؟ فان هو افيلابل وايزي ورابيد سكاننج، ما بياخدش وقت في الفحص، يعني العيان لما يخش ما بياخدش كام دقيقه على حسب بقى هو كمان كام سلايس، كل ما تبقى السلايسز بتاعته اعلى كل ما الوقت يبقى اقصر، كل ما العيان التروما اللي هو ممكن يبقى انستابل ما قعدوش وقت طويل، انلايك الام ار اي اللي انا لازم ادخل العيان وهو ستيبل عندي. طيب السنسيتيفيتي ايه؟ اه ان انا دلوقتي بعمل اسسمنت في حاله البرين، انا عايز اعمل اسسمنت للبون، هل في بون فراكشر؟ طيب للبرين هل في برين انجري؟ تمام، هل في بلاد؟ كل الحاجات دي السي تي يقدر يجاوب لي عليها؟ اه يقدر يجاوب لي عليها. لكن له شويه ليميتيشنز او ديس ادفانتجز، ان هو السمول والنون هيموراجيك ليجنز زي الكونتيوجن مثلا ممكن يبقوا مزد في السي تي، بالذات في الاماكن اللي قريبه من البون زي البيز اوف ذا سكال، تمام، او التمبورال لوبس. وارد جدا ان الحاجات الصغيره دي طالما ما فيهاش هيموريدج، الهيموريدج بيبقى له كاركترستيك ابييرنس عن النون هيموراجيك بيبقى صعب ان انا اشوفه، ممكن يبقى مزد لو الكواليتي بتاعت الايمج مش كويسه، او لو انا مش واخد سلايس ثيكنس كويس، او لو انا مش مركز قوي في الحته دي سهل قوي ان القصه دي تفوت مني. تاني حاجه الديفيوز اكزونال انجري، ده مش دايجنوزس بيتعمل بالسي تي، هو موست لايكلي بيتعمل بالام ار اي، وهنقول ازاي بعد كده. واخر حاجه بقى البوتنشال ريسك اوف اكسبوجر تو ايونايزنج راديشن، ان انا احط في الاعتبار ان السي تي ده فيه راديشن، فما ينفعش ادخل العين دلوقتي على السي تي اعمله سي تي برين وبعدين اقول لا 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 بصوا الفحص مش عجبني لا صوره تاني. طب ما انت ما ظبطتوش ليه من الاول؟ الكلام ده لو انت مش عاجبك وعايز تعمل له ادجستمنت بعد ما يعني ايه ظبطته قدر المستطاع، لكن ان انت تبقى حاسس ان انت لايت الفني او الدكتور ان انت عمال تعيد وتزيد في العيان، يعني ده مش مظبوط ان انت تقعد تعرضه لكل الكميه دي من الراديشن. طيب الايم بقى بتاعت السي تي ايمجنج اللي احنا هنقعد نقول ونزيد فيهم، ان انا هشوف فيه هيماتومه ولا لا، في ميد لاين شيفت ولا لا، هيرنيشن، في انكريزد انتراكرينيال بريشر ولا لا. الثلاث معلومات دول انا لازم ابقى عارفهم، تمام، عشان هم دول يعني نيدز ايميديت مانجمنت. في هيماتومه، في ميد لاين شيفت او برين هيرنيشن، هل في انكريزد انتراكرينيال تنشن ولا لا. الاكسبكتيشن بتاعتي من السي تي ايمجنج وهو داخل الجلاسكو كوما سكور كل ما ايه ما تقل كل ما الفايندكس اللي انا متوقعها تزيد، كل ما الجلاسكو كوما سكيل بيزيد كل ما انا متوقع ان انا ممكن وارد ان انا ما الاقيش حاجه. بمعنى عيان السكيل بتاعه 4 متوقع ايه في السي تي؟ الاقي حاجه، الاقي فايندكس، عشان لو ما لقيتش ده لازم يخليني يعني اجامب الاذر ايمجنج موداليتي. فالسلايد بتاعت الاكسبكتيشن دي مهمه، اللي انا برضو لسه كنت بقولها من شويه، اللي هو انت داخل بتوقعاتك، التوقعات دي مش برشام، التوقعات دي بتزود السكيلز بتاعتك وانت شغال. انا داخل متوقع، عشان كده الكلينيكال باك جراوند بالنسبه لي مهم، احنا مش قاعدين على بالوره سحريه، انت بتكشف على عيان. طيب يعني ما انا والله اصل انا مش ملم قوي بالحته الكلينيكال، يعني مش شاطر قوي فيها. اه دي هتيجي بقى بالاكسبيرينس بتاعت ان انت كل حاله بتتعرض لها عمال تقلب وتفتش وراها في الكلينيكال باك جراوند بتاعها، العين ده ماله، وتحاول تربطه. في حاجات بتيجي من على حسب زي ما قلنا المره اللي فاتت، على حسب نوعك انت في الليرنينج او الستايل بتاعك في الليرنينج. في ناس بتتعلم لو رحت قعدت قريت كتب كتير وانت قاعد بتقرا، وانت مثلا في تروما سنتر وقاعد بتقرا عايز تزود نفسك في القصه دي فبتقرا، فالحته الكلينيكال هيحصل لها ابجريد، او ان انت من الاون سايت من شغلك نفسه حريص ان انت كل عيان تفهم ايه الكلينيكال باك جراوند وتحاول تربط فيه.
اه وتعمل سيرش وتفهم اه فعلا ده هو عشان كذا كان كذا، وعشان كان الجلاسكو كوما سكيل بتاعه قليل، فاه فعشان كده انا لقيت فيه كذا وكذا وكذا. اه ده كده ماشي مع الكلينيك. كل ده يجي بالايه؟ بالاكسبيرينس. وده بالمناسبه اللي انا يعني دايما اقوله، الكورسات دي، الكورسات دي لما بندي كورسات او بتحضر كورسات في اي مكان او بتسمع محاضرات على اليوتيوب او ايا كان، ده لا يغني باي حال من الاحوال عن الهاند سكيلز. الهاند سكيلز بتضيع وقت كتير من عمرك لو ما عملتش انهانسمنت للهاند سكيلز بتاعتك ايا كانت، ايه المكان، ايه اللي if you want something you will do it بمنتهى البساطه. اه والله يعني انا اتذكر، انا يعني ما اعرفش انا قلت المعلومه دي اعتقد، ما اعرفش المحاضره اللي فاتت ولا لا، بس انا يعني انا وزاره صحه كلكم عارفين صح، وافتخر بقيت الجمله وزاره صحه وافتخر، وكنت بحكيها معاهم في الكورسات اللي فاتت ان هي يعني ليه انا بقولها وزاره صحه وافتخر، ديفنتلي مش عشان هي وزاره الصحه ديفنتلي يعني، بس اللي هو انت عشان تبقى يعني تتراك يور سيلف في السيستم الكوربتد ده تمام، it is something not easy at all. مش عشان يعني الدنيا بس صعبة، بس عشان انت دايما بتبقى يتم عرقلتك سيكولوجيا على المستوى الاضخم. يعني ما اقدرش اقول ان يعني انا ما تعرضتش لعراقيل، لو حد مثلا عايز يهدني والكلام الكلام نقوله في التلفزيونات بعد كده، بس انا ما تعرضتش لكده الحمد لله. بس انا ممكن ابقى تعرضت له الحاجات المعنوية اللي هي ممكن تكسرك اكتر من الحاجات المادية، اللي هو انت مثلا بتسجلي ليه، انت بتتعلمي ليه. انا فاكره اتقالت لي مره انا مش فاهمه انت والله انا كنت زمالتي في القاهره وكنت قعدت 4 سنين ونص بسافر رايح جاي القاهره الزقازيق، مشوار سهل والله يا محمد. ما كنت فحد قال لي انا مش فاهم انت ليه بتتعلمي اصلا ام ار اذا كان انت اخرك في الاخر هترجعي تقعدي في المستشفى العام ما تعمليش حاجه. والله الجمله والله ما اوحت خالص، بصيت كده يعني بتعلم، بس انا من جوايا اه فعلا قعدت فيها رايح جاي شويه يعني. طب انا ليه فعلا بعمل كده؟ ما هو يعني ما هو صح يعني مش عارف، بعدين سكت كده قلت هو انا مش عارفني ان انا يعني فين رايح فين، انا بتعلم وبعمل اللي عليا. يعني انا كنت بقول القصه ليه بتاعت بقى ان انا رايح جاي رايح جاي دي، عشان انا كنت حريصه ان انا انهانس الهاند سكيلز بتاعتي بالرغم ان انا ما كنتش عارفه الاند ديستنيشن بتاعي ايه. تمام. فاللي انا بقوله ان انت الكورسات وحضور المحاضرات لا تغني باي حال من الاحوال عن الهاند سكيلز. قدر المستطاع تحاول تدور على تشانل تنهانس فيها الهاند سكيلز بتاعتك. ما بقولش ان انت مش كلنا زي بعض، فمش كلنا نقدر نسافر ونروح ونيجي. يعني مره محمد قال لي انت بالنسبه لك المشوار ده انت بتقولي حاجه سهله، انا بالنسبه لي اه اند هيز كوريكت، دي ده ديفرنت بيرسبشن، كل واحد البيرسبشن بتاعه يختلف. بس المهم ان انت تبقى حريص ان الهاند سكيلز بتاعتك تبقى بترتفع، سواء مش بتكلم على ام ار اي، بتكلم على ام ار اي سي تي الترا ساوند ايا كان ايه الموداليتي، بس انا بتكلم ان انت تبقى حريص ان الهاند سكيلز بتاعتك يحصل لها امبروفمنت. مش هتتعلم بمجرد ان انت بتسمع محاضرات او في اشكاليه ثانيه برضو يا جماعه عندنا اللي هي بتاعه الانفايرمنت اللي احنا فيه، اللي هو بتاع ايه اخبط لي اليومين بتوعي محدش يحس بيا بالصمت كده، اصل انا لو اشتغلت كتير هياخدوا بالهم مني جامد، هشيل ريسبونسبيلتيز اكتر، فبالتالي يعني انا عايز ازوغ عايز اريح نفسي صح. يعني دي فلسفه موجوده وكلنا بنتعرض لها، وانا شخصيا اتعرضت لها. انا قعدت في اول نيابتي كده رايح جاي شغل بقى شغل واشيل ديوتي وبتاع وكده، وبعدين ببص حواليا لقيتني انا الوحيده اللي بتعمل فيها العمايل دي. قلت لا اتخرج، اشمعنى انا اللي بتعمل فيها كده؟ وقلت لا لازم واقفه مع النفس. قعدت اسبوعين بقى متمرده، لا مش اجازه، يطلب مني اقول لهم مش الديوتي بتاعي ماليش دعوه، شوفوا فلان شوفوا فلان ما جاش ليه، وابقى قاعده كده بقى يعني باشا زي ما بيقولوا في الاسم. قعدت اسبوعين كده مع ايوه ما انا مش هيستقفوني يا مروه، يعني انا اللي قاعده عماله اشيل الشغل. كنت انا للامانه وواحد زميلي تاني، كنا احنا الاثنين اللي ايه كنا الجناير ذا موست جونيور، فبيحصل لنا ماليوز بقى اللي هو كل ما مش عارفه لستة الكونفنشنال تقع خدوا منال واحمد فيه، كل ما مش عارفه لستة ايه تقع خدوا منال ايه، ده تهريج. قعدنا بقى قعدت اسبوعين بس بعد كذا شهر، مش ده في الاول، قعدت كذا شهر في في الحوار ده لغايه ما بدا بس سعودي يشد كده، مش جينيور بقى لا، يعني بدات ابقى فاهمه واقدر ارد على الناس، فلا ما ينفعش. فقمت قلت لا، وبعدين قعدت اسبوعين كده، وبعد كده قمت قاعده مع نفسي كده وانا في البيت قلت هو ايه اللي انا بعمله ده؟ يعني انا بخبط مشوار رايح جاي سفر عشان اروح افضل قاعده؟
ما بعملش حاجه واقعد يعني مثلا اه مثلا لستتي خفيفه، طب ما انا لستتي خفيفه وقالوا لي شيلي حد تاني مثلا وانا مش عايزه، طب وانا خابطه المشوار عشان كده؟ هو انت ايه ده، انت اصلا رايحه ليه؟ انت رايحه عشان تتعلمي، خلاص مفيش دعوه بقى باللي بيحصل حواليكي. يعني انا بقول حاجه يعني انا اه وقعت فيها. طيب السي تي بقى بنعمله ايه؟ ايرلي، ده لازم يبقى بدري زي ما احنا قلنا عشان نشوف السيرجيكال ايمرجنسي اللي احنا المشكله اللي احنا عايزين نادرس ونحلها. طيب في ريبيتد سي تي يعني ممكن اكرره؟ اه ممكن اكرره، لان انا ممكن في اول مثلا 24 ساعه يبقى نورمال، مش بس في حالات الانفاركشن لا كمان في حالات التروما بيبقى في اون جوينج يعني فورميشن لهيماتوما او حاجه او كونتيوجن ممكن يبان لي في الريبيتد سكانز، فاه فاكسبت ان انا اعمل ريبيتد سي تي. طيب سي تي له رول في السب اكيوت والكرونيك، يعني احنا دايما نبقى عارفين ان الستيجز بتاعتي اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. الاكيوت ايه السي تي؟ طب هو له رول بقى في السب اكيوت والكرونيك؟ اه هيبين لي بقى لو في انسيفالوماليشيا، الهيماتوما اللي انا بتابعها دي بقت كرونيك خلاص، الانفاركشن اللي انا بتابعه ده بقى انسيفالوماليشيا، يعني في الفولو اب له رول؟ اه له رول. التكنيك بتاعي بيبقى البيزك بتاعي ان هو بيبقى نون كونتراست. ولين نون كونتراست؟ عشان انا اصلا عايزه ديتكت الهيموريدج، فمن مصلحتي ان انا ما اعملش اي حاجه بيضة او دنس في الفحص، انا عايزه اسيبه نورمال كده. اوكي، فالفحص البيزك بتاعي بيبقى نون كونتراست سي تي. السلايس ثيكنس بتاعتي في البيز اوف ذا سكال بتبقى 5 ملم سلايس ثيكنس، وفي الريست اوف ذا برين 10 ملم سلايس ثيكنس. لو قللت في البيز اوف ذا سكال بقت مثلا 3 يبقى بقيه البرين يبقى 5. يعني انا قصدي ان احنا بناخد تو ميجرمنتس للبيز اوف ذا سكال ديفرنت من بقيه البرين. ليه البيز اوف ذا سكال بناخد سلايس ثيكنس اقل؟ عشان البيز اوف ذا سكال كله بون، فانا محتاج التفاصيل تبقى باينه لي اكتر، تمام؟ عشان البون زي ما بيقولوا ايه بيغلوش على البرين. طب لما لما اجي اصور او ساعه الطباعه، دي مالهاش علاقه بالتصوير، دي ساعه الطباعه او انا بتفرج على الورك ستيشن، لازم اشوف تو ويندوز، البون ويندو والبرين تيش ويندو. البون ويندو عشان دي حاله تروما فانا لازم اسس الفراكشرز، تمام؟ والبرين تيشو ويندو عشان اسس البرين. يبقى انا عندي تو ويندوز بشوفهم. في ويندو تاني بيتعمل ساعات لو انت قاعد شغال ما بيطبعش، بس لو انت شغال على ورك ستيشن، اللي هو السب ديورال ويندو، اللي هو حاجه ما بين البون ويندو والتيشو ويندو، اقدر اشوف منهم السب ديورال ما يبقاش مسد مني. واحنا هنشوف هنتكلم على السب ديورال كمان شويه. في السيفير انجريز محبذ قوي لو العيان انتيوبيتد ان انا اخد معاه السيرفايكال سباين كمان عشان اديتكت الفراكشرز. طب وانت اللي بتصور الحاله على الجهاز؟ لا، بس انا لو قاعد جنب التكنيشن ابقى انا اورينتد، لو انا واقف مع الحاله على الجهاز ابقى انا اورينتد، اقول له اه العيان ده انزل لي تحت شويه، خد لي ايه لغايه سي 2، انزل لي لغايه سي 3، ابقى شفت الحته بتاعه البيز اوف ذا سكال او الكرينيو سيرفايكال جانكشن اخبارها ايه. في بقى حاجات ادفانسد سي تي تكنيك، انا طبعا مش داخله في التفاصيل ان هو بياند السكوب بتاع الكورس بتاعنا، بس من الادفانسد تكنيك بتاعت السي تي، السي تي اي او السريبرال انجيوجرافي، ده ليس انفيزيف تكنيك وبنأسس بيه الفاسكولار تروماتيك انجرز. ده بحقن فيه صبغه، تمام؟ وبعمل بشوف البرين فيزلز بالنسبه لي عشان اشوف ايه اللي حصل فيه ديسكشن، ايه اللي حصل فيه رابشر، ايه اللي حصل فيه يعني اي مشكله نتيجه التروما، تمام؟ لو انا سسبكتنج ان في فاسكولار انجري، يعني ده ما بيتعملش روتين في معظم الاماكن يعني، لكن لو انا عندي الكلينيكال كويستشن بتاعي فاسكولار يبقى انا هعمل سي تي اي. السي تي بيرفيوجن ده كوانتيتيفلي اكيوريت اسسمنت اوف البرين بيرفيوجن، هو بيشوف قد ايه بلاد واصل للبرين، اوكي؟ قد ايه البرين ده فيه حتت انفاركتد او حتت فيها كونتيوجنز، هيبقى السنسيتيفيتي بتاعته اعلى من السنسيتيفيتي بتاعه الكونفشنال سي تي، وده برضو بحقن فيه صبغه. طيب الحاجات دي احنا بنعملها اساسا يعني في الروتين ورك؟ لا، ما بتتعملش في الروتين ورك، بس هي في التروما سنترز مفترض ان هي من الروتين ورك، يعني معروف ان العيان بتاع التروما بيخش بيعمل السيريز دي على بعضها، بيعمل سي تي برين، تمام؟ بياخد صبغه ويعمل سي تي اي وبرفيوجن ويطلع خلاص هو دايجنوزد مره واحده، ما يروحش ويجي، تمام؟ ده لو انا في تروما سنتر، اوكي؟ بعد كده بقى هنتكلم على الام ار اي. يبقى احنا قلنا الادفانتج بتاعت السي تي او ايه اللي انا يعني هعمل السي تي ازاي والكلينيكال كويستشن اللي ممكن السي تي يجاوب لي عليها. هنتكلم بقى على الام ار اي. اول حاجه ان هو سنسيتيف في الكاركترايزيشن اوف سب اكيوت اند كرونيك برين انجري. احنا قلنا السي تي له رول، اه له رول، لكن مين اللي سنسيتيف اكتر؟
الام ار اي. ده معناه ايه؟ ان في الاكيوت سيتنج انا هستخدم السي تي، لكن لما هنتقل للسب اكيوت والكرونيك ستيجز انا هروح على الام ار اي. بمعنى ايه؟ ان العيان خلاص بقى ستيبل وادميتد فوق والدنيا بقت كويسه، تمام؟ ساعتها ممكن هطلب له ام ار اي عشان اعمل بيتر اسسمنت او اشوف المشكله اللي عند العيان ايه. من ضمن الادفانتجز بتاعته السيكونسز بتاعته. كم حد شغال في مكان فيه ام ار اي؟ ماشي، عدد معقول. طيب مهم قوي، يعني هقول الكلام جنرال عشان الناس برضو اللي مش عندها ام ار اي تبقى ملمه. الام ار اي مش زي السي تي. السي تي انا بصور صوره بغير في الويندو بتاعها، بيبقى عندي بون ويندو وسوفت تيشو ويندو. الام ار اي مش كده. الام ار اي مجموعه سيكونسز. سيكونسز يعني مجموعه صور، تي 1 تي 2 فلير، دول الاساسيين، وشويه حاجات تانية بقى. شويه حاجات تانية دي انا عارف كل سيكونس فيهم هستفيد بيه ايه عشان يجاوب لي على ايه، تمام؟ يعني انا لما اقول في حاجه اسمها هيموسادرين تي 2 ويتد جريدينت ايكو سيكونس او جريدينت سيكونس، ده انا بعمله عشان اشوف الهيمولوجي. يبقى انا لما اشوف فيلم او سيكونس قدامي جريدينت او سستينابيلتي ويتد ايمج او اس دبليو اي، دي كلها اسامي للسيكونس ده، يعني للكذا سيكونس كلهم بيصبوا في نفس الحته ان هما بيديتكت الهيمورج. طب ما يا فندم ما انت قلت لنا ان السي تي اصلا احنا هنديتكت بيه الهيمورج اساسا، مش احنا قلنا كده؟ بس في مايكرو هيمورج مش هشوفه بالسي تي، هشوفه ايه اكتر؟ بالاس دبليو اي او بالسستابيلتي ويتد ايمجز اللي هما الجريدينت ايكو والاس دبليو اي اللي هما بتوع الام ار اي. يبقى انا لو انا رايح بدور على هيمورج هستخدم حاجه من السيكونسز دي، جريدينت ايكو او اس دبليو اي. طيب ديفيوجن سيكونس هيديتكت الانفاركشن ايرلي عن ما السي تي ديتكت، وهيوريني الاكستنت بتاعتها اكتر من السي تي. هو بيحصل انفاركشن في التروما؟ بيحصل كليت سيكونس من نتيجه كومبريشن على فيزل او انجري الفيزل، ممكن يحصل لي انفاركشن كسكندري افكت. ده هديتكت يبقى كسكندري افكت، ده يعني ايه؟ يعني حصل بعد كده مش في الاكيوت ستيت، ماشي؟ حصل بعد كده حاجه سكندري، اوكي؟ طيب يعني حصل بعد كده يبقى انا معايا وقتي، يبقى انا لما اطلب للعيان ام ار اي يبقى كويس، وخصوصا لو انا شايف ان السي تي ما جاوبليش على كل الكلينيكال كويستشنز اللي عندي، انا مش فاهم العيان ده ليه نصه الشمال ما بيتحركش، مش فاهم، مش باين لي حاجه في السي تي، ساعتها اي اجو للام ار اي. طيب الفلير ايمجز، ودي بتتعمل روتين في كل الفحوصات، الفلير ايمجز دي بتبقى بتوري لي السب اركنويد هيمورج السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه للسب اركنويد هيمورج، والاي ليجن جنب سي اس اف هي بتبينه لي احسن. يبقى انا دول السبيسيفيك انديكيشنز بتوع او الادفانتجز بتاعت السيكونس بتاعت الام ار اي دي. الادفانتجز الثاني بتاعي انه السوفت تيشو ديتيل بتاع الام ار اي اعلى كتير من السي تي، ودايما دي احنا بنقولها في كل حاجه بنتكلم فيها عن الام ار اي والسي تي. بس ده ما يخلقليش ميزه هنا في الامرجنسي. اللي يخلق لي ميزه الاول ان انا اخلص السيرجيكال امرجنسي، وبعد كده اجي بقى استفيد من الحته بتاعه السوفت تيشو ديتيل عشان اقدر ايه اديتكت الكونتيوجنز اللي فاتت مني في السي تي، اشوف السكندري افكت زي الاديما والهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوبسي اللي فاتوا مني ممكن في السي تي، تمام؟ والديفيوز اكسونال انرجي ده له كاركترستيك ابييرنس في الام ار اي، وهو مينلي ام ار اي دايجنوزس، مينلي بدايجنوز في الام ار اي، وهنتكلم عليه بعد كده. الديز ادفانس بتاعت الام ار اي كتيره الحقيقه في الحوار بتاع الامرجنسي، لان اهمهم ان هو ليميتد افيلابيلتي، هو مش موجود اصلا كتير، تمام؟ لونج ايمجنج تايم، انا بقعد العيان مده طويله وعايزاه ثابت. لو العيان تروما غالبا ما بيبقاش ثابت، انا محتاجه اصوره بسرعه عشان اجاوب على الاسئله بتاعتي بسرعه عشان احل المشكله بسرعه، تمام؟ فبالتالي الام ار اي ده ينفع بعد ما العيان بقى ستيبل، بقى ادميتد وستيبل، وانا هنزله هو قادر يبقى ثابت على الجهاز، او قادر اتعامل معاه ان اديله حاجه سيداتيف اقدر يبقى يعني ستيبل على الجهاز وانا بعمل ايمج. كل ده ما يخليه، ده يخليه من العيوب بتاعته اللي ما تخلينيش استخدمه في الامرجنسي سيتنج. Incompatibility with various medical devices. انا عندي مشكله، عين التروما ده اصلا جاي لي من الشارع. انا لا انا عارف مركب بيس ميكر، ده لو انا بتكلم في اكيوت اكسيدنت مثلا، حاجه ترافيك اكسيدنت والعين لوس اوف كونشوسنس، ادخله كده وانا مش عارف ده مركب مثلا ريسنتلي، مركب مثلا برين كليبس انيوريزمال كليبس، لسه عامل ريسنت ستنت مثلا في الهارت، الحاجات دي كلها انا مش عارفها، انا ما عنديش يعني. الام ار اي بيبقى محتاج ان انت تبقى واخد تفاصيل العين، السي تي مش كده، دخل اي حد على الجهاز. والاخراني ده اللي هو الايكويبمنتس اللي احنا بنحتاجها، اخر نقطه دي الايكويبمنتس اللي بنحتاجها وانت داخل، العيان مثلا جاي لك من الاي ار فجايبين معاه اسطوانه اكسجين، الحاجات دي كلها دخل على طول بسرعه على السي تي مفيش مشكله. الام ار اي عندي مشكله، لازم الحاجه اللي تخش جوه تبقى كومباتبل.
مين مش عارف المعلومه بتاعه الكومباتبيلتي دي؟ كلنا عارفين. طيب هنقول حاجه احنا ما قلناهاش في اول الكورس، احنا يعني ما شاء الله اعتقد ان احنا يعني اللي مسجلين تقريبا 64، ممكن يبقى بيحصل بيحضر معانا مثلا فري، نقول خمسه، نقول احنا 70 واحد في القاعه وانا يبقى 71. ماشي، انتوا ما تعرفوش بعض وفي ناس منكم تعرف بعض، وبعد كده هتشتغلوا وهتكبروا، واللي هيسافر واللي هيقعد واللي هيعمل، ما حدش يبقى متحرج ان هو يقول ان هو في حاجه هو مش عارفها. تمام، يعني الناس اللي جنبك مش هيبصوا لك من فوق لتحت ويقولوا لك يا مش عارف المعلومه دي. فمين مش عارف المعلومه بتاعت الكومباتبيلتي؟ طب تشاور لي كده من تحت. طيب الكومباتبيلتي برضو انا متاكده ان في ناس مش عارفاها. الكومباتبيلتي ان الجهاز ينفع، الحاجه دي تنفع تخش عند الام ار اي. الام ار اي ده عباره عن ماجنت كبير، الماجنت كبير ده يعني ممكن يحصل تراكشن يسحب اي حاجه، تمام، او يبوظ اي حاجه، تمام. فانا لازم الحاجه اللي تبقى داخله دي تبقى كومباتبل، ملائمه له، تمام، ما هياش حاجه ميتال. عشان كده مثلا لما العيانين بتوع البيس ميكر ما يخشوش على الام ار اي ليه؟ في ناس قالوا هيتحرك. مين بيقول هيتحرك؟ لا بتكلم على البيس ميكر. بيس ميكر المشكله مش ان هو هيتحرك من مكانه، مش دي القضيه، هي المشكله ان الميكانيزم بتاعه هو اللي هيبوظ، تمام، نتيجه الماجنتيك فيلد. مش إيش، عشان في ناس تقول لك بيس ميكر وهيتشد بقى من مكانه فالعيان مات. لا، هو مش الاشكاليه في ان هو هيتشد من مكانه، هي الاشكاليه ان هو اول ما يخش الماجنتيك فيلد هيبوظه، فممكن يحصل اريست للعيان وهو على الجهاز. وحصلت، حصلت، وحصلت في اماكن ممكن ما يبقاش حصل اريست، بس العيان دخل في سيريس كومبليكيشن وحصل له ترانسميشن على طول على يعني على على مستشفى، تمام، عشان يلحقوا القصه. طيب الايم بقى بتاع الام ار اي ايمجنج، احنا هناك قلنا ان احنا عايزين نديتكت السيرجيكال باثولوجي عشان نقدر نعمل مانجمنت. هنا لا، هنا اسسمنت للنون سيرجيكال باثولوجي اللي هو حاجه هناخد لها علاج. هو العيان ما بيتحسنش وما عندوش حاجه يعني ايرجنت ان انا ادخله اعمل له لها ايفاكيويشن مثلا ماركت هيماتوما او حاجه، لا، ده العيان بس هو قاعد في الاي سي يو بس مش مستجيب، فانا عايزه اطمن هو ايه القصه، فانزله يعمل ام ار اي وبعد كده امشيه على تريتمنت. تاني حاجه ان انا اعمل اسسمنت للسكندري والكرونيك برين انسلت، كلها بتصب في نفس المعلومه الاولانيه اللي احنا قلناها، السي تي بتاع البدري، الام ار اي بتاع المتاخر. حلو كده، السي تي بتاع البدري، الام ار اي بتاع المتاخر. بدري الحاجه اللي انا عايزه اكتشفها بدري، والتاني خلاص العيان بقى ستيبل وبقى ادمتد وكده، ينفع ننزله لك ام ار اي؟ نزله ام ار اي، ده يبقى احسن حتى عشان نعمل ايه اسسمنت للحاجات اللي ممكن تبقى فاتت مني في السي تي. التكنيك بتاعي هناخد نفس الكلمتين اللي احنا قلناهم في الادفانتجز ونقولهم هنا، ان انا ابقى عارف ايه السيكونس اللي هيجاوب لي على انهي سؤال. فبعمل بيزك، بعمل بيزك ايمجنج تي 1 وتي 2 وفلير، تمام، واقوم مزود بقى عليهم، احط معاهم ديفيوجن عشان لو في انفاركشن، ما انا بقى بدور على المتاخر فممكن يبقى حصل سكندري انفاركشن فبقى عايز اشوفه، فاعمل ديفيوجن، اعمل ديفيوجن. طيب اعمل جريدينت، اعمل جريدينت عشان لو في حاجه هيموريدج، مايكرو هيموريدج اديتكت، دي مش بانت لي في السي تي، اصل انا يا فرحتي انا عامله له ام ار اي عشان ايه اشوف نفس الفايندنج بتاعت السي تي؟ لا، انا عايزه ابقى متاكده ان انا غطيت كل حاجه، اللي ما قدرتش اشوفه في السي تي جبته في الام ار اي. لو ما لقيتش حاجه في الام ار اي خلاص يبقى ده بيوند الايمجنج بقى موداليتيز اساسا، دي حاجه مش باينه لنا، تمام. الادفانسد ام ار اي تكنيكس، الام ار اي شبه السي تي اي، تمام، اللي هو نفس الفكره، بس هنا ممكن احقن كونترست وممكن ما احقنش كونترست. في السي تي انا بحقن كونترست عشان اشوف الفيزلز، في الام ار اي في نوعين، تمام، فيهم نوع ما بحقنش كونترست بعتمد على الفلو بتاع البلاد جوه الفيزلز، وفي نوع تاني انا بحقن فيه كونترست، تمام، عشان يبقى فيه اكيوريت دايجنوزس وانا بشوف الفيزلز. طيب فاينالي بقى عشان نقول القصه بتاعت السي تي والام ار اي دي، هنقول ايه؟ ان الديلي روتين سي تي از ستيل ذا ميثودز اوف تشويس ان اكيوت تروماتيك برين انجري، allowing quick diagnosis of most injuries especially those which requires an emergency treatment. يبقى ده بتاع ايه؟ اللي بسرعه، اللي دلوقتي. But its predictive value in coma outcome is low. ايه الجمله دي؟ اللي هو الاكسبكتيشن بتاعي، تمام؟ انا الاكسبكتيشن بتاعي من الجلاسكو كوما وهو جاي لي بيقول لي ان هو ثلاثه، فانا اشوف السي تي الاقي ما فيهوش حاجه نورمال. طب هو كده عمل لي بريدكشن للاوتكم بتاع البيشنت؟ لا، انا كده ما انا لا يعني انا كده مش متوقع العيان ده ايه،
اذا كان الجلسة كوكوما بتاعه قليل. انا السي تي ايمجينج ما ضافليش حاجه، ما بقتش قادر اقول دلوقتي العين ده هيكمل كويس ولا مش هيكمل كويس، ما قدرتش اقول من السي تي. تمام؟ ليه؟ عشان ما بيغطيليش كل حاجه، عشان مش كل حاجه السي تي بيطلعها. الام ار اي بقى بالرغم من المالتيبل ادفانتجز بتاعته الا ان هو نوت تو بي يوزد از ا روتين ورك في الامرجنسي. احنا بنستخدمه في السب اكيوت والكرونيك. لو رول في الاكيوت ستيج، لا ملوش رول في الاكيوت ستيج، مفيش حاجه اسمها ان عيان ارجنت بسرعه افتحوا لنا الام ار اي عشان العيان ده تروما ولازم نعمل له ام ار اي، مفيش حاجه اسمها كده. العيان لما يبقى هيمودايناميكالي ستيبل ستيبل او ادميتد خلاص، وانا عايز اجاوب بقى على اسئله ثانيه في السب اكيوت ستيج انزله يعمل ام ار اي. تمام؟ المعلومات دي مهمه ولا دي معلومات اوفر واوفر سمبليفايد؟ لا المعلومات دي مهمه اللي انت بتقابلها في الديلي روتين ورك. انا عايز اعمل ام ار اي، كلينيشن يكلمك انا عايز اعمل ام ار اي دلوقتي العيان داخل لي في حادثه. لا على فكره اصلا عايز اعمل له اي احسن حاجه في الدنيا، ده يعني اخويا. هي مش كده، ما تتحسبش كده. تو سام اب، السي تي في الاكيوت انجري، الام ار اي في السب اكيوت والكرونيك ستيجز. بعد كده الراديولوجيكال ابروتش بتاعنا. الراديولوجيكال ابروتش بقى اللي هو ايه؟ اللي هو احنا هنشوف ايه فين. اهم معلومه عايزاها اول ما اعمل السي تي بتاعي رول اوت هيموريدج. يبقى اول حاجه انا عايز اطلع لها اطلع بيها من السي تي ايمجنج بتاعتي رول اوت هيموريدج. عايز استبعد ان مفيش هيموريدج سواء انترو اكزيال او اكسترا اكزيال، جوه البرين او بره البرين. طيب احنا بقى الابروتش بتاعنا واحنا بنتكلم دلوقتي، واحنا بنتكلم في السي تي في الهيموريدج، انا قلت ان انا دلوقتي كلامي هيبقى على ايه؟ مينلي على السي تي. انا ما بعملش ديسكريميشن للايمجنج موداليتيز وانا بشرح، بس مينلي على السي تي على اعتبار ان هو في الاكيوت سيتنج. وبعد كده هنتكلم على الام ار اي عشان برضه نبقى فاهمين في السب اكيوت في الكرونيك انا هشوف ايه. طيب لما اجي اتكلم على الابروتش خليني نتكلم جنرال الاول وبعد كده اعمل لها سبيسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا عرفت دلوقتي ان انا عملت الفحص سواء سي تي او ام ار اي عشان استبعد ان مفيش هيموريدج، ده اهم سؤال انا عايز اجاوب عليه. تمام؟ طيب قبل ما اقول بقى انواع الهيموريدج وهم فين وكده، طب ما احنا نيجي نسهل الدنيا ونقول هو احنا بنشوف الهيموريدج ازاي؟ بنشوفه ازاي في السي تي وبنشوفه ازاي في الام ار اي؟ وبعد كده الانواع هتبقى سهله، هو نفس المنظر هنشوفه في اماكن مختلفه. طيب الابيرنس بتاع الهيموريدج في السي تي بيعتمد على حاجتين، على الايدج بتاع الهيموريدج وعلى الهيموجلوبين ليفل بتاعه البيشنت. المعلومه الاكثر انتشارا اللي هي الايدج بتاع الهيموريدج، اللي هو لو الهيموريدج اكيوت هيبقى هايبر دنس، وكل ما نمشي في الكرونستي كل ما الدنستي بتاعته هتقل. ناس كتيره بتغفل الحته بتاعه الهيموجلوبين ليفل. الهيموجلوبين ليفل ده يعني ايه؟ يعني العيان ده لو انيميك انا ممكن ما اشوفش نفس الحاجات اللي انا متعود اشوفها، فما استغربش لو البلد طلع مش هايبر دنس زي ما انا متعود، عشان العيان ده اصلا انيميك والهيموجلوبين ليفل بتاعته قليله. تمام؟ فالكونسنتريشن بتاع البلد في الهيماتوما قليل، فالصوره مش طالعه زي ما انا متوقع. انا هنا انا ماليش دعوه ايه نوع الهيموريدج، بس ده سي تي برين وده سي تي برين. حاجه هايبر دنس حاجه هايبر دنس، ذيس از بلاد. يبقى البلاد الكومن فايندنج بتاعه ان هو يبقى هايبر دنس في السي تي، عشان كده قلنا ان السي تي بنعمله نون كونتراست عشان انا عايز اشوف الهايبر دنسيتي دي. اوكي انا هنا شايف حاجه، حد شايف باثولوجي من غير ما يقرا الكلام؟ تمام. انا مش شايف حد شايف حاجه هايبر دنس؟ حد شايف حاجه هايبر دنس فين؟ ايه رايت رايت اللي هو ده هنا فرونتال هنا. تمام اللي هنا ده كده جراي ماتر عادي، لكن هي المشكله بايلاترال يمين وشمال، في حاجه ايزو شبه البرين بس اللي يفرق لي بينها الخط الابيض الرفيع ده، ما اعرفش الناس اللي ورا شايفينه ولا لا. تمام؟ بس المهم ان انا عندي ايزو دانس ليجنز، ده ممكن يفوت مني في الشغل. اه يفوت جدا لو انت مش اوير انت بتعمل ايه دلوقتي. تروما اه يعني بدور على بلاد جوه البرين وبره البرين، همشي على البرين سيرفيس كله تمام من جوه وبره. طب بدور على حاجه هايبر دنس، مفيش حاجه هايبر دنس. طب هو ده اكيوت سيتنج؟ اه اكيوت سيتنج، وبالرغم من كده انا عندي اكسترا اكزيال بلاد لونه ايزو دنس، الدنستي بتاعته شبه البرين، ما هياش هايبر دنستي زي ما انا متخيل من البلاد. ليه؟ عشان العيان ده انيميك، الهيموجلوبين ليفل بتاعته اقل من ال 10 جرام بير دي سي ال.
فبالتالي ممكن يبقى عايز وقت ويتنج، او ممكن العيان ده بقى دخل في سب اكيوت ستيج، فده على حسب بقى ايه ان انا ابقى عارفه الايدج بتاع التروماتيك انسلت ده بقى له قد ايه. وتاني حاجه ان انا لو انا عندي بقى الباك جراوند بتاع ده الهيموجلوبين بتاعه قليل، عشان كده انا شايف المنظر كده. اوكي طيب الحته دي ما تفوتش مني ازاي لو انا ماشي سيستماتيك وعارف انا بدور على ايه. طيب بعد كده، بعد كده لما الهيماتوما بتقلب كرونيك، احنا قلنا هايبر دنس، لما بتقلب كرونيك بيحصل يبدا يحصل هيموليسيس، فالاتينيويشن بتاعها بيقل، فبالتالي بتبقى هايبو اللي هو المنظر ده. ايه ده مش هو سي اس اف حوالين البرين بيبقى برده هايبو كده، بيبقى اسود عادي. بس ما يبقاش كده في السب ديورال سبيس، وهنقول السبيسز العادي اللي احنا نشوفه ان هو يبقى ديبنج جوه الصلصاي، يبقى سي اس اف برومينت بس ديبنج جوه الصلصاي، ما يبقاش كوليكشن بره كده. بس انا اللي بتكلم عليه دلوقتي اللون الدنسي، ان انا ابقى شايف حاجه هايبر دنس ده حاجه، ان انا الاقيهم ايزو دنس ده حاجه، ان انا الاقيهم هايبو دنس ده حاجه ثانيه. اوكي في الامرجنسي سيتنج مهم قوي اعرف حاجه اسمها سويرل ساين. سويرل ساين دي ايه؟ دي عباره عن اكيوت اكسترافيزيشن للبلد دلوقتي. يعني ايه الهيماتوما؟ ايه اللي بيحصل؟ اول ما بيحصل هيموريدج تمام، البلد بيطلع بيحصل له كلوتنج ات وانس، وانس ان هو يحصل له كلوتنج بقى هايبر دنس اللي احنا بنشوفه هايبر دنس. طب الاكيوت اكسترافيزيشن ده يعني ايه بقى؟ بدا يحصل اكتف بليدنج، هيعمل لي زي دوامات، فهلاقي ايه؟ هلاقي كده بلد هايبر وفي نقط هايبو، في نقط هايبو. نقط الهايبو دي معناها ان في اكيوت اكسترافيزيشن، في نزيف بيحصل دلوقتي، ده لازم اي هاف تو ريبورت، لان ده ممكن يبقى يتطلب سيرجيكال ايفاكيويشن. تمام؟ يعني الساين دي حاجه مهمه في الامرجنسي سيتنج، ان انا اقول ان في هيماتوما يا جماعه، ده هو جاي يعمل فولو اب، او بعدها بساعتين اقول له خلي بالك ده في اكتف بليدنج، هي مش حصل الهيموريدج ده وحصل له كلوتنج وخلاص وجمع مثلا، يعني ان في ساعات بيبقى سمول اماونت اوف هيموريدج يعملوا لها بس اوبزرفيشن. هو ماشي في سكه الاوبزرفيشن، لو انت جيت قلت له خلي بالك ده في اكسترافيزيشن للبلد دلوقتي هيغير التراك بتاعه، هيروح في منطقه ثانيه، فمهم قوي ان انا اقول له النقطه دي. واضحه ولا اقول تاني؟ طب انا اعرف منين ان دي مش طبق، يعني مش حاجه اكيد. انت مش انت عارفه ميعاده؟ انت مش واخده منه هيستوري؟ وعارفه ان هو ايه خلاص ده هو بقى له ساعتين دلوقتي؟ تمام؟ بقى له يوم، بقى له يومين، يعني لسه في الاكيوت سيتنج. ايه الهايبو اللي جوه ده؟ اهي دي برضو السويرل ساين تمام، اللي هي كده حاجات هايبو جوه الهايبر دنستي. تمام؟ الاماونت بتاع الماس افكت الهيموريدج ده عامله لي مهم جدا، لان انا ساعه ما قلنا التارجت بتاعي في السي تي ان انا اقول في هيموريدج ولا لا تمام، وفي ميد لاين شيفت ولا لا تمام. ميد لاين شيفت ده يعني ايه؟ يعني حصل برين هيرنيشن، يعني الرايت راح ناحيه الليفت، الليفت راح ناحيه الرايت، نتيجه ايه؟ نتيجه الماس افكت بتاع الهيموريدج، يعني في هيموريدج بره كده عمال يضغط لي، ايه اللي حصل هنا؟ قفل الفنتريكل ده، قفله خالص، والفنتريكل ده بقى اتنيويتد، مش ده النورمال ابييرنس بتاعه، والبرين كمان حصل له هرنيشن تحت الفالكس، الفالكس المفروض اهو الخط ده كده، اكمله كده. ايه اللي ودى البرين الناحيه الثانيه؟ ده البلط ده. تمام؟ يبقى انا الماس افكت ده حاجه مهمه ان انا اعمل لها اسسمنت ايا كان نوع الهيموريدج اللي انا شايفه. طيب الهيموريدج في الام ار اي ماتش مور كومبلكس، يعني انا في السي تي عرفنا قلنا اكيوت بيبقى عامل ازاي، ولما بيقلب بعد كده كرونيك بيبقى عامل ازاي، ولو عندي لو ليفل في الهيموجلوبين ممكن يبقى عامل ازاي. طيب في الام ار اي بقى قصه مختلفه، ليه؟ لان هو بيعتمد في الفيزكس بتاعته في ساعه التصوير على الستيج بتاعت البلد، هو ميت هيموجلوبين ولا ديكسي هيموجلوبين ولا هيموسيدرين، هو انهي شكل، فبيتقرئ قرايات مختلفه. فعملوا لك تيبل كده في التي 1 والتي 2، لما بنيجي نعمل اسسمنت للهيموريدج ما تبصش على الفلير، ما تبصش يعني ما تلخبطش نفسك، بص على التي 1 وعلى التي 2 وعلى جريدينت. فيلم جريدينت ده بيتعمل عشان الهيموريدج، فيلم جريدينت ده بيتعمل عشان الهيموريدج، ما بنعملوش في الروتين ورك. انا بعمله لو انا سسبكتنج هيموريدج، لو انا بدور على هيموريدج. الهيموريدج هيبقى شكله ايه في الجريدينت؟ سيبك من الصوره اللي قدامنا دي دلوقتي. في الجريدينت بيبقى بلومنج دارك، يعني ايه؟ اسود. بلومنج يعني منور اسود. بطش سودا كده. يبقى بلومنج
دارك ده في الايه في الجريدينت. نيجي بقى على التي 1 والتي 2 على حسب الستيج، هل هو هايبر اكيوت ولا اكيوت ولا ايرلي سب اكيوت ولا ليت سب اكيوت ولا كرونيك، وكاتبهم لك بالتوقيتات اوكي، وعامل لك يعني جراي وبرايت وجراي ودارك ودارك برايت، يعني عاملها لك بالالوان كده عشان تفتكر. ده كده ايه سب اكيوت بلاد. ليه بقى؟ ده تي 1 عرفته من السي اس اف دارك، وده تي 2 السي اس اف فيه برايت، في حاجه هنا بره البرين لونها ايه ابيض برايت اوكي، وقلبت هنا ايه دارك. طيب طالما برايت في التي 1 يبقى سب اكيوت بلاد، سب اكيوت بلاد يبقى برايت في التي 1 تمام. الكلام ده يا جماعه بيزك. طيب يبقى انا الاقي حاجه برايت في التي 1 زي ده كده قلبت دارك، طالما شفته برايت في التي 1 تبقى سب اكيوت، اروح اشوفه بقى في التي 2 تمام. طيب ايه ده ايرلي سب اكيوت ماشي، وايه الصوره بقى اللي تحت دي اس دبليو اي، دول اللي هم سستابيليتي ويتد ايمجز اللي هم المفروض ان هم معمولين عشان الهيموريدج، والهيموريدج بيبقى بلومينج دارك بيبقى اسود اوكي. انا مش مهم عندي تفاصيل البرين عشان كده حتى شايفه الفيزلز سودا، لكن شايفين البلاد اسود يبقى ده بلاد اوكي. طيب في براكتيكال بوينتس كده معلومه لطيفه قوي، بيقول لك ان الاكسترا كرينيال بلاد برودكتس بتايج بطريقه مختلفه عن الانترا كرينيال بلاد برودكتس. يعني ايه؟ يعني لما اشوف اكسترا كالفيليار هيماتوما او كفاله هيماتوما الايجنج بتاعها بيبقى مختلف عن الانترا كرينيال هيماتوما، فبالتالي اللي بره ده الاكسترا كالفيريال ده بيبان هيتروجينس سيجنال، فصعب ان انا ابريدكت الايج، فمحدش يجي يتخيل الايجنج بتاع الهيماتوما من حاجه اكسترا كرينيال. الايجنج اللي احنا بنتكلم عليه ده جوه الكرينيوم انترا كرينيال، اللي هو الايجنج بتاع الابيرنس في السي تي او في الام ار اي او كده، ده الحاجات الانترا كرينيال مش الاكسترا كرينيال. البلاد او الهيموريدج بلومز بلاك في الجريدينت ايمجز، ودي اللي احنا قلناها، اي حاجه عايزه ديتكت بلاد اروح اعمل فحص الجريدينت هتلاقي البلاد يبان اسود دارك. ماشي الحال؟ ناخد نفسنا كده عشان اللي جاي بقى يبقى ايه هيبقى تقيل، سندوتشاتكم بقى عصيركم كده. هنتكلم على الهيموريدج اللوكيشن بتاعه، يعني انا عرفت خلاص الشكل الهيموريدج بيبقى ايه في السي تي والام ار اي، خلاص انا عرفت ان ده بلاد، باقي ان انا اقول ده فين تمام عشان اعمل دايجنوزس في الاخر تمام. طيب اللوكيشن بتاعي اول حاجه هقولها اذا كان اكسترا اكزيال هيموريدج ولا انترا اكزيال هيموريدج. الاكسترا اكزيال هيموريدج ده الهيموريدج اللي بيحصل بره البرين، اللي بيحصل بره البرين بره التشو بتاع البرين، يعني ايه بين السكال والايه واللايرز بتاعه المننجيس، يعني كان بقى كل حاجه هيبقى لها التسميه بتاعتها. طيب ايه الساينز اللي تقولي ان الليجن ده او الهيموريدج ده اكسترا اكزيال، وايه الساينز اللي تقولي ان هو انترا اكزيال؟ اللي تقولي ان هو انترا اكزيال انا اشوفه جوه البرين نفسه، يعني اوفرلابد على البرين تيشو. طب وايه اللي يقولي ان هو اكسترا اكزيال؟ ان انا الاقي سي اس اف كليفت displaced the subarachnoid vessels cortical gray matter between the mass white matter displaced and expand the subarachnoid space broad dural base bony reaction. ده كل الكلام ده بنقوله جنرال على الاكسترا اكزيال ليجنز بغض النظر هو بلاد ولا مش بلاد. طيب مش ما لقطناش اي حاجه من اللي انت قلتيه، مش مشكله. انا اللي يهمني ايه بقى في الكلام ده؟ ان انا عندي هنا ده برين تيشو وده برين تيشو، حصل له ديسبيسمنت بالبلاد اللي بره، بالبلاد اللي بره اوكي. معنى كده ان انا هشوف الكورتكس displaced medially داخل لجوه، انا زقيت الكورتكس لجوه. تاني حاجه برود بيزد، يعني هلاقي الكونتاكت بينه وبين السكال كبير مش حاجه صغيره تمام، مساحه كبيره. ان انا اشوف ممكن اشوف الفيزلز بينه وبين لا اصل هو اصلا بلاد والفيزلز هايبر، يعني مش ده الايشو يعني، لكن اهم نقطتين بالنسبه لي ان انا اشوف البرين displaced medially او انورد تمام، وتاني حاجه ان هو يبقى وايد ديورال بيز الكونتاكت بينه وبين السكال مساحه كبيره مش مساحه صغيره، يبقى انا عارف كده ان هو اكسترا اكزيال. طيب الثلاث صور دول هم السام اب بتاع القصه، دول انواع الاكسترا اكزيال هيموريدج تمام. انا عرفت منين ان هو هيموريدج؟ عشان هايبر دنس تمام. طيب ايه بقى المفروض السي اس اف يبقى اسود؟ انا شايفه حاجه بيضة هنا، شايفه حاجه دنس هنا، شايف حاجه دنس هنا، المكان ده المفروض يبقى هايبو عشان ده البيزل سي اس اف سيسترنز سوبر سيلر سيسترن سي اس اف، فالمفروض تبقى اسود زي دول، انا لقيتها ابيض اوكي.
طيب انا لاقيه بلاد هنا وبلاد هنا وبلاد هنا، ايه بقى الانواع بتاعتهم؟ ده كده سب ديورال، اوكي ده ابي ديورال، ده سب اراكنويد. السب اراكنويد ده هو اللي عامل سميرنج للبيزال سي اس اف سيسترنز او الكورتيكال سالساي، يعني اي مكان فيه سي اس اف تمام بقى فيه بلاد، يبقى ده السب اراكنويد. السب ديورال والابي ديورال دول اكسترا اكزيال بره البرين، تمام. هعمل لهم دايجنوزس بالشيب بتاعهم ازاي بقى؟ عندي كده اكسترا ديورال فيرسس سب ديورال. هو ايه الاكسترا ديورال والسب ديورال؟ الاكسترا ديورال ده هو عباره عن ان البلاد اتجمع بين السكال والديورا ماتر. الديورا ماتر دي اتس ا فيري تاف ممبرين، عشان اشدها من السكال دي عايزه ا سترونج فورس. الجمله دي بالنسبه لي هي الجمله يعني الجوهريه اللي هتخليني بعد كده اقول الايتمز بتاعت الابيديورال من غير ما احفظهم، من غير ما ابقى متلخبطه في كتابتهم وانا باجي احل في امتحان او وانا بتسال او وانا قدام الفيلم. ان الديورا سترونجلي ادهرنت للسكال، لازقه في السكال، فلما يجي عايزه املاها بلاد انا محتاجه فورس جامده اشد فيها، اشد الديورا من السكال عشان المكان ده يعبي بلاد، اوكي. فبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل لي باج، فبيعمل لي الليمون شيب اللي هم كاتبينه ده اللي هو مكتوب فوق ده، تمام. طيب السب ديورال ده عباره عن بلاد متجمع بين الديورا والاراكنويد سبيس، والسبيس ده اصلا ديليكت سبيس، فسهل قوي ان البلاد يتجمع ويمشي ايه يكريب كده حوالين البرين جوه السبيس ده. لكن ده باخد مجهود عشان اشد الديورا من السكال واملى هنا بلاد، اوكي. طيب يبقى ده اكسترا ديورال، ده ابي ديورال، ده شكل وده شكل، ده شكل ليمون شيب، ده شكل بانانا شيب. يبقى انا عرفتهم ايه؟ عرفت ان هو بلاد من الدينستي، ومن الشيب قدرت احدد اللوكيشن بتاعه، عشان كده انا مش هتلخبط ده ايه، ده ليجن تاني ولا ايه. ده بلاد، ومن الشيب عرفت ان ده ابي ديورال وان ده سب ديورال. ايه ده؟ انا عندي الفنتريكلز بتبقى دارك نورمالي، انا لقيت في الفنتريكل هنا هايبر. هايبر ده يعني ايه؟ يعني بلاد. يبقى ده انترا فنتريكولر بلاد، انترا فنتريكولر بلاد. اول واحد في الانواع اللي احنا قلناها، خلاص انا البيزس بالنسبه لي عرفته. اللي جاي دون اللي هي التفاصيل الصغيره اللي انت تبقى عارفها وانت بتريبورت. ده ايه؟ ابيديورال هيموريدج. ليه قلت عليه هيموريدج؟ عشان هايبر دنس. ليه قلت عليه ابيديورال؟ عشان واخد باي كونكيف شيب، باي كونفكس، تمام، وعامل زي الليمون شيب، ما هوش زي البانانا شيب الثاني اللي احنا شفناه، تمام. ونقول المعلومات بقى اللي احنا اسوشيتد سكال فراكشرز. لما الاقي المنظر ده اروح ابص على طول على البين بون ويندو عشان اطلع الفراكشر. طيب مش احنا قلنا ان هو يعني صعب، صعب صح؟ قلت ان انا صعب اشيل الديورا من الـ من الـ من السكال عشان احط فيها بلاد، تمام. فبالتالي اللي يعمل الايفنت ده لازم تبقى حاجه صعبه، تمام، لازم تبقى حاجه صعبه، يعني لازم يبقى فيه سكال فراكشر، ويبقى ارتيريال اوريجن 90% من البلاد ده ارتيريال عشان يبقى الجاش بتاعه جامد ان هو يوسع الديورا من السكال، يبقى 90% منه بيبقى ارتيريال اوريجن. فينوس بيبقى 10%. اللارج ابيديورال هيموريدج از ا نيوروسيرجيكال ايمرجنسي، يعني ده ترفع سماعه التليفون وتقول له ده لارج ابيديورال هيموريدج، ات هاف تو بي ايفاكيويتد، ان هو بيعمل ماس افكت. احنا الحاله دي شايفين فيها ايه؟ شايفين فيها هيموريدج وشايفين فيها ميد لاين شيفت. ايه الميد لاين شيفت ده؟ اللي انا قلت اهو الفنتريكل ده مش شايفينه الناحيه دي، انا شايفه الناحيه دي ومش شايفه الناحيه دي، تمام. الفالكس بدا يروح كده وبعدين انا مش شايفاه هنا. ليه؟ البرين تيشو عدى الناحيه الثانيه، حصل هيرنيشن، البرين من كتر البريشر اتزق الناحيه الثانيه. ده كده ايمرجنسي، عشان كده وانا بكتب في الاوبينيون تحت لازم اكتب له ان هو لارج ابيديورال هيموريدج والسب فالساين هيرنيشن، ده معناه ان هو لازم هيخش يفضيه. غالبا بيبقى يونيلاترال وتمبرو بارايتال، ده اكتر مكان فيه. الاوفر اول مورتاليتي 5%، بور اوت كام ديو تو ديلايد دايجنوزس اند سيرجيكال انترفنشن. خدنا بالنا؟ يعني بيحصل بور اوت كام بسببنا، لو احنا ما عملناش دايجنوزس ايرلي او السيرجن ما اتدخلش بسرعه ان هو يعمل له ايفاكيويشن. المعلومه الثانيه اللي دايما بتتقال وشهيره قوي في الدسكشنز ان الابيديورال كان كروس الميد لاين، يعني ايه؟ ممكن يروح من الناحيه دي للناحيه دي لكن مش هيكروس سوتشر، تمام؟ It does not cross the cranial sutures،
ليه؟ لان الديوره ادهرنت قوي للسكال، فمش سهل ان انا افك من عند السوتشر الديوره واعدي البلاد الناحيه الثانيه، لكن ممكن يعدي الميد لاين، يعني عادي ان انا الاقيه من الناحيه دي وموجود الناحيه دي. الحاله دي ايه؟ ده 3 دي سي تي في سكال فراكشر، تمام. الناحيه دي في ايه؟ ايه ابيديورال، ابيديورال و ماس افكت، ماس افكت انا شايفاه عامل كومبريشن للفنتريكلز، وبالتالي الفالكس اهو رايح الناحيه دي كده، واللاين السيبتم في اليوزدان ده المفروض يبقى في النص، انا شفته مزقوق، تمام. الناس بتوع الفيرست حتى لو مش عارفين الاسامي والحاجات والباثولوجي، تمام، بس انا هبقى اورينتد النورمال بتاعي بيبقى ايه، ان كل حاجه بتبقى ميد لاين، كل الحاجات دي المفروض في النص كده، انا شفتها اتزقت اوت اوف ذا ميد لاين، ده معناه ان في ماس افكت اتزق، حصل ميد لاين شيفت، حصل كرين هيرنيشن which is emergency، ان هو يحصل له evacuation. نفس الحاله الكرونال فيو، ده كرونال ريكونستراكشن بتاع السي تي، احنا شايفين ايه؟ ابيديورال اهو، لان هو باي كونفكس، تمام، وبعدين عامل ايه؟ عامل كروسنج للميد لاين، تمام. السب ديورال ما بيعملش كروسنج للميد لاين، الحاجات اللي احنا بنقولها دي هي اللي هتفرق لي التاني برضو، تمام. الكلينيكال باك جراوند بتاعي ان المانجمنت از بيست اون ذا كلينيكال ستاتس اند ذيرفور alert اند اورينتد patient with a small hematomas may be safely observed. يعني انا لو شايفه الموضوع يعني السايز بتاعه صغير، عشان كده جميل ان احنا بنقيس بندي الميجرمنتس في الريبورت بتاعنا، وهو شايف ان الكلينيكال ستاتس بتاعت البيشنت ستيبل، هيمشيه اندر اوبزرفيشن، وكل شويه هيبعته لك تعمل له فولو اب. الهيماتوما بتزيد بتقل، في سويرل ساين، في اكتف بليدنج فيها ولا مفيش؟ دي بقى المهم في الحالات بتاعه الفولو اب، لان انا ابقى شايفه في اكتف بليدنج بيحصل ولا يكمل على الاوبزرفيشن بتاعه. عشان كده مهمه المعلومه دي في ايه، ان مش كل عينين الابيديورال بيتفضوا، في ناس كتيره بيجوا لنا فولو اب. الحاله اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده السب ديورال هيموريدج، تمام. احنا عرفنا منين ان هو هيموريدج؟ هايبر دنس. طب عرفنا منين ان هو سب ديورال؟ اول حاجه ان هو اكسترا اكزيال. يعني ايه اكسترا اكزيال؟ يعني انا شايفه جراي ماتر جوه، تمام، وفي حاجه بره الجراي ماتر. طيب سب ديورال يعني بانانا شيب، تمام، واخده الشيب اللي احنا شفناه بتاع البانانا ده. يعني ايه؟ البلاد بيكريب حوالين البرين. ليه؟ لان البلاد جوه بين الديوره وبين السب اراكنويد اللي احنا قلنا ده ديليكت سبيس اساسا، سهل جدا ان البلاد يتفسح فيه. اوكي؟ mainly venous in origin, traumatic tear of bridging veins، هي بس نتيجه اي veins rupture تعمل كده، مش لازم ان انا الاقي معاه fraction. 95% سكرة تنتوريال، يعني في الجزء اللي فوق مش في البوستيرور فوسه. No relation with skull fracture، يعني لما الاقي فراكشر اروح ادور على ابيديورال، اروح ادور على الصعب، ماشي. لما الاقي ابيديورال افكر ان في ارتيريا، تمام. لما الاقي لارج ابيديورال اعرف ان ده نيوروسيرجيكال ايمرجنسي. لما الاقي سب ديورال ما اتوقعش ان انا اشوف فراكشر. الهاي موربيديتي في الـ في الـ في الليجن ده، موربيديتي اللي هو بيحصل له كونسيكونس بعد كده، بتبقى نتيجه الماس افكت اللي بيحصل، ان بيحصل سويلنج للبرين، تمام، البلاد عمال يزيد وبيعمل ماس افكت والناس مش مدركه، تمام، ده اللي بيعمل المشاكل، مش ان هو لارج سايز بس. كروس ذا كرينيال سوتشر بات داز نوت، يعني الحته دي اللي هو ايه، بيعدي السوتشر، وطالما بيعدي السوتشر ما يتراك along the falx and tentorium. عشان كان في حد، كان في حاله من شويه كنا بنتكلم على الفالكس وقلت هنوريها لكم دلوقتي، تمام. يعني انا لما الاقي هيموريدج عدى ساب الميد لاين ودخل على الفالكس او دخل على التنتوريوم، حد عارف الفالكس؟ الفالكس ده اللي بين الرايت والليفت سريبرال هيمسفير. طب حد عارف التنتوريوم؟ اه، التنتوريوم اللي بيفصل لي السريبرم فوق والبوستيرور فوسه تحت. اوكي، دول المفروض ان انا نورمالي بشوفهم هايبر دنس في السي تي، بس بيبقوا ثين وريجولر، ثين وريجولر. هشوف بقى لو انا فيهم هيموريدج هيبان المنظر ازاي، وده قلنا ان هو مش بيكروس الميد لاين، يعني عكس التاني. الكلينيكال باك جراوند بتاعي ان السب ديورال هيموريدج له هاي اسوسيشن مع السب اراكنويد هيموريدج، تمام. يعني بالتالي لما الاقي سب ديورال اروح ادور على السب اراكنويد، ولما الاقي ايبي ديورال اروح ادور على سكال فراكشر، تمام. يبقى انا عرفت مين بيجي مع مين. اوكي، اكيوت سب ديورال هيموريدج اكتر من 2 سنتيمتر
ومعاها اسوشيتد بارينكيمال انجري، ده المورتاليتي بتاعته بتزيد ل 50%. السطر ده ايه اهميته؟ اهميته ان انا اي هاف تو ريبورت السايز بتاع الهيموراج الاكسترا اكزيال، وهاي هاف تو ريبورت اذا كان في اذر انجريز ولا لا، وابقى فاهم معنى الريبورتنج ده بتاعي ايه، ان هو هياثر على الاوت كام بتاع البيشنت، بريدكشن بتاع الاوت كام بتاعي. تمام. As the subdural hemorrhage evolves subacute and chronic stage، فاحنا السبديورال ده عادة بنشوفه في كذا stage، هنشوف الصور بتاعتهم دلوقتي. ده أول حاجة، إيه الصورة دي؟ CT brain. تمام؟ شايفة إيه؟ شايفة أنا يعني أنا مش قادرة الحقيقة، الويندو بتاع الفيلم وحش جدا، تمام؟ فأنا مش قادرة أشوف حاجة أقول إنها blood، بس أنا قادرة أشوف إن في حاجة دنس هنا thicker than this. ده بون. تمام. ايه اللي زود الثيكنس ده؟ لو ظبطت الويندو بتاعي تمام هقدر اديسكريمينيت بين البون وبين السبديور. تمام. طيب هقول كمان ايه تاني؟ ايه ده؟ ده ايه بقى؟ سبديورال هيموراج اكستندنج وذين ذا فالكس. ايه الفرق بينه وبين التاني؟ ان هو مش ريجولر، في بالج كده هنا، ان هو مش ثين زي ده، في ثيكنج هنا. هو الطبيعي ان هو يبقى زي ده ريجولر وثين، لكن انا هنا تحت لقيته سيك تمام وريجولر، يبقى ده سب ديورال اكستندنج انتو ذا فالكس. اللي بعد كده ايه ده؟ انا يعني مش قادر اشوف حاجه، انا هعتبر ان انا مش شايفه الارس دي، بس انا شايفه ان الفنتريكلز كومبريسد وديسبليسد مزوقه الناحيه الثانيه، ده هيخليني اتوقع ان في حاجه هنا. تمام. هقوم رايحه اي تراك، هلاقي ان الكورتكس بيبقى شويه يعني هايبر دنس عن الوايت ماتر وعن البلاد، ده كده ايزو اتينويتنج. تمام. ده في السب اكيوت ستيج. عرفته ازاي؟ ما عرفتوش عشان هو هايبر دنس من البلاد، انا عرفته من الماس افكت بتاعه، انا شفت الماس افكت سو اي بريدكتد ان في حاجه هنا، رحت ادور وابص كويس لقيت ان في حاجه بره البرين. اوكي، يبقى ده سب ديور في السب اكيوت ستيج. ها انا شايفه ايه هنا؟ قولي حاجه. السب اكيوت ستيج من 5 ايام لثلاث اسابيع، والكرونيك اكتر من 3 اسابيع. ماشي؟ ايه؟ من خمس ايام لثلاث اسابيع depending about each patient والهيموجلوبين ستاتس بتاعه. تمام؟ بس دايما يقول لك ان انت تخليك ميديكال ليجل في السيف سايد، دونت راش ان انت تكتب يعني سب اكيوت وكرونيك الا اذا كنت 100% شور والفايندنج بتاعتك في الايمجنج ماشيه مع ترتيب الايام اللي حصلت فيها التروما. اذروايز ريبورت ان في سب ديورال وخلاص. طيب انا هنا شايفه ايه؟ انا مش شايفه حاجه غير ماس افكت، صح؟ انا شايفه الفنتريكل ده، الفنتريكل ده كومبريست مقفول خالص ومزوق الناحيه الثانيه. تمام. طيب وبعدين انا شايفه الكورتكس هنا هايبر، في حاجه ثانيه هايبر بره، مفيش زيها الناحيه الثانيه، يبقى البلاد هنا. ده الفولو اب بتاعه، بدا الماس افكت يخف وبالتالي بدا يحصل ريزوليوشن للبلاد. الحالات دي عشان تيمفاسايز ان انا مش بس ادور على الهايبر دنس بلاد، انا كمان ادور على الماس افكت اللي اكزيرتد عشان اقدر اسسبكت منه ان في حاجه. تمام. ده كده بقى كرونيك. يعني ايه بقى كرونيك؟ يعني قرب للسي اس اف، ده كده بقى شبه سي اس اف ولسه اكزيرتنج ماس افكت. ده ايه؟ لا مش هتفرق، المهم ان انت تقولي ان في بلاد في الفالكس او في الانتر هيمسفيريك فيشن. ده ايه الاول؟ اقول ان ده ام ار اي، ده مش سي تي، كرونال ام ار اي. تمام. سب اكيوت عشان البلاد هايبر. تمام. البلاد اللي انا شايفاه ده هايبر اللي هو بره ده. اوكي. في حاجه اسمها سب ديورال هيجروما. ايه السب ديورال هيجروما دي؟ ده تيرم بيستخدم بين حاجتين ما بنبقاش عارفين نفرق بينهم، ان يحصل يعني زي تير كده في الديورا، فيحصل اكيوميليشن للسي اس اف في السب ديورال سبيس. تمام. فيعمل لي سي اس اف كولكشن في السب ديورال سبيس، او ان يبقى في سب ديورال هيموريج بقى كرونيك وبقى شبه السي اس اف. الترمين دول اقدر اقول عليهم سيستيك هيجروما، هما الاثنين الدينستي بتاعهم زي الدينستي بتاعت السي اس اف،
نقول تاني subdural hemorrhage بقى chronic فهيبقى شبه ايه؟ شبه السي اس اف. تمام؟ طيب في انجري تاني بيحصل في التروما ان يحصل تير في الديورا ويطلع السي اس اف ياكيوميليت في السبديورال سبيس، ما هوش بلاد ولا حاجه، فهيبقى شبه ايه؟ شبه السي اس اف سبيس، هيبقى السبديورال سبيس مليان بحاجه زياده عن الطبيعي بتاعه. اوكي؟ طيب فده بنسميه سبديورال هيجروما. ساعات نستخدمه لو انا بتكلم على كرونيك سبديورال، افرض انا مش عارف ان ده اصلا كان عنده سبديورال هيموراج ولا لا، وده بنقابله كتير العيانين اللي بيجوا مش معاهم الافلام السابقه، مش معاهم الافلام القديمه بتاعتهم، انا ما عنديش هيستوري. لكن لو انا عندي هيستوري وجايب لي افلام بفولو اب هكتب كرونيك سبديورال هيماتوما. طب انا ما عنديش افلام قديمه وما عنديش افلام سابقه وما عنديش هيستوري، وده ممكن نقابله كتير جدا في مصر، خلاص اي هاف تو ريبورت ان هو سبديورال هيجروما. بعد كده بقى السب اراكنويد هيموراج سميرنج للسب اراكنويد سبيس نون كونتراست سي تي ذا موداليتي اوف تشويس، ممكن يبقى كومبليكيتد بالهيدروكيفلس. عشان اشخصه يتطلب ان انا يبقى في كوبي بيست في دماغي من الصوره النورمال بتاعه السي تي برين. تمام؟ والكلام ده للناس بتوع الفيرست، انا طول ما انا بشوف برين نورمال كتير طول ما انا اوتوماتيك الصوره دي هتلزق في دماغي. اول ما اشوف صوره ثانيه غريبه هقول ايه ده؟ هي الحاجات السي اس اف دي مالها منوره ابيض كده ليه؟ دي كده المفروض يبقى فيها السلفيان فيشر، الامبيانت سيسترن، الانتربيدانكلر سيسترن، السوبرا سيلر سيسترن، الامبيانت، كل دول المفروض يبقى فيهم سي اس اف، فيزل سي اس اف سيسترنز لو كنا اتكلمنا فيها قبل كده. تمام؟ طب هم فين بقى دلوقتي؟ هم سميرد ببلاد. تمام؟ طالما البلاد دخل جواهم ده معناه ان البلاد دخل في السب اراكنويد سبيس اللي هو بين الاراكنويد والبيا ماتر. البيا ماتر دي اللي هي الام الحنون دي اللي هي بتبقى ايه؟ ماشيه على السيرفيس بتاع البرين، فديبنج مع الصلصال، فبالتالي السب اراكنويد بيبقى ديبنج مع الصلصال. اوكي؟ ده نفس القصه. تايم تو ثينك. الحاله دي فيها ايه؟ قول يا مر. سي تي برين اكزيال كات. ايه؟ في اكسترا اكزيال على الرايت سايد. تمام. تمام. سميرنج سميرنج الايه؟ الصلصال البرين صلصال. يعني هو انا اشمعنى قلت المروه هي اللي تقول؟ عشان ما يعني مره ما استعجلتش في الدايجنوزس، ما انا عارفه ان في ديورال وصب اراكنويد، بس انا يهمني قوي ان انت تقولي مين الرايت ومين الليفت. انت بتهرجي، ما احنا واحنا بنكتب هفتكر اكتب مين الرايت والليفت، حقيقي صدقني مش هتفتكر. مش هتفتكر لو انت متعود ان انت تراش ان انت تقول في ابيديورال، قول لي على الاقل ليفت ابيديورال، ليفت سب ديورال، رايت سب ديورال، رايت فرونت وبرايتال، ليفت تمبرال، قول اللوكيشن بتاعك، اتعود وانت بتقوله حتى في المحاضرات وفي الكلام بتاعك وانت بتقول في الدايجنوزس. افرض احنا واقفين في ريبورتنج سيشن وحد قال لي اه ده في ابيديورال، اقعد انت فكر مع نفسك كده وما قال لي اه ده رايت فرونت و فرونت برايتال، ده رايت فرونتال. مهم قوي ان انت تقول ده، لان انت ساعه الكتابه هتلاقي نفسك بتكتب اللي انت متعود عليه، انت مش متعود تقول اللوكيشن، هتيجي ساعه الكتابه هتقول لما الناس مش عارف تحدد اللوكيشن بتاعك فين. تمام. هعتبر نفسي مش شايفه الاروس دي. اول حاجه ده ايه؟ ساجيتال تي 1 واكزيال فلير يا محمد البيس. ماشي؟ عشان ما تقوليش العكس، عشان دي اول حاجه قعدت اراجع فيها ساعه ما جيت احط الصوره دي، لان هما الاثنين شبه بعض قوي. فده تي 1 وده فلير. طب ليه هما شبه بعض يا محمد؟ او احنا يعني هتحس ان احنا متلخبطين، مش الكلاسيك اللي احنا بنبقى متعودين عليه. عشان ده بيدياتريك ايج جروب. فالمايلينيشن بتاع الوايت ماتر ما بيبقاش زي الادلت. وانا عرفت منين ان هو بيدياتريك ايدج جروب؟ من الشيب بتاع الفيس، فاقدر اقول ان ده بيدياتريك ايدج جروب. تمام. طب ايه اهميه بقى ان انا حاطه صورتين، واحده تي 1 وواحده فلير؟ بتاعت الفلير دي عشان اقول ان ايه الليجن اللي هم مشاورين عليه بالارو. ها؟ هو ده الاسهم محطوطه. ايه؟ سب اراكنويد اللي هو فين؟ اللي هو ده. طب انا عرفته منين؟ المفروض انا ده الفلير
سي اس اف بيبقى اسود زي ما انا شايفه كده، السي اس اف اسود اللي بين الصلصال. جيت الناحيه دي لقيت السي اس اف بابيض، في حتت اسود وفي حتت ابيض، في حتت هاي سيجنال. تمام، ده معناه ان في بلاد. الفلير هو الموست سنسيتيف سيكونس في الام ار اي تو ديتكت السب اراكنويد هيموراج. يعني احب ديتكت سب اراكنويد وانا جاي لي ام ار اي ابص على السيكونس بتاع الفلير. تمام، في التي 1 ايه اللي انا شايفاه ده؟ سب ديورال، سب ديورال واكستندنج لل تنتوريوم، سب ديورال واكستندنج لل تنتوريوم. احنا قلنا تنتوريوم اللي بيفصل لي السريبرم، السريبرال هيمسفير عن السريفيلا، اوكي، والسب اراكنويد باين فوقها. تمام، بعد كده الانتروفنتريكولار هيموراج اللي احنا قلناه هعرفه ازاي؟ هعرفه ان انا الفنتريك اللي كان المفروض يبقى فيه سي اس اف اسود بقى فيه حاجه هايبر دنس او هاي سيجنال، ايا كان بقى انا في ايه، في ام ار اي ولا سي تي. طيب بيجي لنا منين الانتروفنتريكولار ده؟ بيقول لك ان هو ممكن يجي كاكستنشن من البارينكيمال هيموراج او من السب اراكنويد هيموراج. يعني يا اما في هيموراج في البارينكيما دخل على الفنتريكلز او في سب ديورال دخلت على الفنتريكلز. يعني لازم يبقى معايا حاجه تؤدي للانتروفنتريكولار هيموراج. طيب البيت فولز بتاعي ان اللارج انتروفنتريكولار هيموراج بعمله دايجنوزس كويس جدا. المشكله بقى في السمول اماونت بتاع الانتروفنتريكولار هيموراج. ليه مشكله؟ عشان ده ممكن يفوت مني لو انا مش مركزه. الصوره دي كده انا شايفه الفنتريكل على طول كده، عشان في حاله التروما اتاكد ان مفيش انتروفنتريكولار هيموراج اروح على الديبندنت سايتس. الديبندنت سايتس دول اللي هو العيان وهو نايم البلاد هيحصل ايه، يعني يرجع لورا يعمل ليفلنج ورا، اللي هم ايه، الاوكسيبيتال هورنز بتاعه اللاترال فنتريكل والتيمبورال هورنز بتوع اللاترال فنتريكل. دول اللي اروح ادور عليهم عشان اتاكد ان مفيش انتروفنتريكولار هيموراج فات مني. تمام، اللي هم فين؟ زي ده كده. طب وده صغير؟ لا، ده بيبقى فيه اصغر منه، بيبقى عامل سميرنج جاست للتب. لو انا مش واخد بالي وبدور عليه هيفوت مني. تمام، ده ايه، سي تي في انترا فنتريكولار هيموراج وانترا بارينكيمال هيموراج. ده تي 1 في انترا فنتريكولار هيموراج وانترا بارينكيمال هيموراج. ده تي 2، التي 1 هاي، التي 2 دارك، يبقى ايه؟ سب اكيوت، ايرلي سب اكيوت. تمام، وده الفلير بيبقى هيتروجينال سيجنال. الفلير مش هعتمد عليه قوي في الايه، في الاسسمنت بتاع الاستيجك. بعد كده الانترا اكسل، احنا كده خلصنا الاكسترا اكسل اللي هم الاربع حاجات، الابي ديورال، السب ديورال، السب اراكنويد، تمام، والانترا فنتريكولار. دول الاربع حاجات الاماكن اللي بيحصل فيهم اكسترا اكسل، بيحصل فيهم هيموراج. تمام، نيجي للانترا اكسل. الانترا اكسل عندي حاجتين، الانترا اكسل هيموراج عندي حاجتين. تمام، غير القصص اللي بنتكلم فيها في الحالات العاديه، ان انا اقول في انترا بارينكيمال هيموراج نتيجه هايبرتنشن وكده، التروما بيبقى حاجه ثانيه. عندي حاجتين، عندي هيموراجيك كونتيوجن وعندي ديفيوز اكزونال انجري. تمام، طيب الانترا اكسيال السريبرال كونتيوجن اللي هو ده ميكانيكال فورس، اوكي، بتعمل لي مايكرو الفاسكولاريتي، المايكرو بيحصل لها رابشر، فبالتالي يبدا يحصل اوز للبليدنج وحواليه يتكون إديمة. ساعات الإديمة بتبتدي وبعد كده الهيموراج بيظهر. عشان كده الناس اللي كانت بتقول يعني نعمل فولو اب سي تي، هنعمل فولو اب سي تي، عشان ساعات الهيموراجيك كونتيوجن دي بتظهر بعد كده، ما بتظهرش ات تايم. تمام، الكونتيوجنز عاده بنشوفها فين؟ بنشوفها في الانفيرور فرونتال لوب، التمبرال لوبس، الكورتكس اباف اند بيلو ذا سيلفيان فيشر. يعني ايه؟ يعني مينلي في الفرونتال والتمبرال. اشمعنى؟ عشان الكونتيوجنز دي بتحصل نتيجه الاكسلريشن والديسلريشن اللي بيحصل نتيجه التروما. يعني ايه؟ السكال بتترج والبرين بيترج جواها، فالبرين بيحصل له فريكشن مع الانتيرور كرانيال فوسا، تمام، والميدل كرانيال فوسا، فاكتر اماكن بتتاثر الفرنتال والتمبرال، عشان هم دول اللي بيحصل بينهم وبين البون فريكشن. فدي اكتر اماكن انا اسسبكت ان انا كونتيوجن. ده يفرق معايا ايه؟ يفرق معايا في الحته اللي انا بقول لك ان انت داخل على الفيلم وانت عارف انت داخل بتدور فين. العيان ده يعني ده حصل له موتور اكسيدنت تروما، يعني حصل اكسلريشن وديسلريشن، اروح ابص انتيرولي اشوف فيه كونتيوجن فايت مني ولا لا. دول الكلمتين بتوع الفورميشن. التايبس بتاعت الكونتيوجن في كذا تايب، في حاجه اسمها كوب كونتيوجن، كونترا كوب كونتيوجن، فراكشر، جلايدنج، هرنيشن، بارست لوب.
اللي يهمني في دول النوعين الاولين بس عشان ابقى فاهم الميكانيزم. الكو كونتيوجن اللي هو الخبطه جات له الناحيه دي حصل كونتيوجن الناحيه دي. الكونتر كو ان الخبطه جات له الناحيه دي ولا الليجن الناحيه دي، هو خد الخبطه هنا بس البرين راح وجه فالكونتيوجن حصل الناحيه دي مش الناحيه دي. اقول تاني الكو والكونتر كو ميكانيزم. الكو ان انا يحصل الكونتيوجن بتاعي في نفس السايد بتاع الاتاك، خبط هنا يبقى الكونتيوجن في الحته دي. الكونتر كو بقى ان انا ايه نتيجه يعني في سيفير اكسلريشن وديسيليريشن البرين اتشقلب جوه السكال احتك بالبون تمام، فالليجن حصل هنا بعيد عن مكان الخبط تمام. ودي امثله للكورتيكال كونتيوجن. الكو باترن اللي هو ايه حصل الاتاك بتاعي او الموتور اكسيدنت فحصل لي في الفرونتال لوبس وميديالي. ده كده سي تي، ده اس دبليو اي، ده فلير، ده اس دبليو اي. بالنسبه لي الاس دبليو اي احلى واحد عشان بيبين لي البلاد. الاس دبليو اي دول اللي هم الجريدينت زي الجريدينت كده او السستابيليتي ويتد ايمج، ده اللي احنا قلنا البلاد بيبان فيهم بلومينج دارك اللي هم ايه اس دبليو اي اند جريدينت. في ده وفي ده، ده سيكونس وده سيكونس، الاثنين بنقول عليهم سستابيليتي ويتد ايمج، بيبين لنا البلاد بلومينج دارك اسود كده. والاس دبليو اي ماتش مور سنسيتيف عن الجريدينت في الديتكشن بتاع الهيموج. الكونتر كو اهو ان انا الانج الخبطه اساسا هتبقى جايه بره، ايه اللي جابني ميديال؟ ايه اللي جابني ميديال؟ طيب انا في السي تي انا شايفه مايكرو هيموريدج، ممكن تفوت مني لو انا مش واخد سلايس سيكنس كويس او لو انا مش باصص على الفيلم كويس. الفلير هتبين لي هاي سيجنال، الاس دبليو اي هي اللي هتبين لي البلاد. الجلايدنج كونتيوجن ده بيبقى نتيجه ال زي فريكشن بين الميديال اسبكت بتاع البرين فبيعمل لي بتبقى في الميد لاين. انا جايبه الصور ليه؟ عشان تبقى انت بس متخيل اللوكيشنز اللي ممكن الكونتيوجن يحصل فيها، يعني ممكن يحصل لاترالي ميديالي تمام عند الفرونتال لوب عند التمبرال لوب. كل الصور هتلاقيها عند الفرونتال والتمبرال لان دول ذا موست كومن لوكيشنز للكونتيوجن. طيب الاهم بقى بعد الكونتيوجن وبيحصل فيه هيموريدج هو الانترا اكزيال هيموريدج ديفيوز اكزونال انجري. ايه ديفيوز اكزونال انجري ده؟ نتيجه الرو ترافيك اكسيدنت وان البرين اتخبط وكده، احنا قلنا اضعف حاجه في البرين الاكزونز فبيحصل شيرنج للاكزونز بتتمزق بتتقطع ويحصل بليدنج نتيجه ده اوكي، وشويه اديما بيبان في السي تي. ده لو انت فيري لاكي قوي ان انت ممكن تلاقي بيتيكال هيموريدج في السي تي، انا شخصيا عمري ما شفتها بس دايما وانت بتقرا بتعمل ريسيرش على النت يقول لك انها ممكن في حالات ان انت تشوف لو المايكرو هيموريدج دي كبيره شويه تشوفها في السي تي انها ايه في الصايف هيموريدج، لكن هو ات از مينلي ان ام ار اي دايجنوزس. ومين اكتر سيكونس هيبقى يعني يلقطه؟ الحاجات بتاعت السستابيليتي ويتد ايمجز او الفلير. الفلير هيبين لي الايديا فهتلاقي في الصايف اوف هاي سيجنال. الكلينيكال باك جراوند هو الكلو في الفحص ده. يعني ايه؟ انا دايما لما جينا الحاله دي في الريبورتنج سيشنز تحت اقول لهم الحاله دي وهي في الظرف انا قبل ما اطلعها انا عارفه انها ديفيوز اكزونال انجري لو انا واخده كلينيكال هيستوري كلينيكال باك جراوند كويس. بمعنى بيشنت جاي مين شاف معانا ديفيوز اكزونال انجري تحت؟ محمد تمام، وليد ايوه صح، ازعل لو ما كنتوش قلته. الحالات ايه؟ العيان جاي بالسي تي والاب جاي، انا فاكره الحاله دي كويس، قال الولد محجوز فوق في الاي سي يو والاشعه المقطعيه عملناها ما فيهاش حاجه. هو محجوز في الاي سي يو ليه؟ ده كوماتوزد. سي تي ما فيهوش حاجه والكلينيكال باك جراوند بتاعه فيري بور، يعني ده مش ماشي مع ده. عشان كده لما جينا قلنا ان السي تي مش بريدكتبل للاوت كام بتاعت البيشنت، ان هو كده هو مش مفسر لي ايه الوقعه دي، يعني ليه هو واقع قوي كده في الليفل اوف كونشسنس ليفل بتاعه. خلاص ده كده دايجنوز اوف ديفيوز اكزونال انجري لان يثبت العكس. ممكن تفتح ما نلاقوهوش، بس انا بقول لما يجي لك فحص سي تي نورمال وبيقول لك ان البيشنت ديتيريوريتنج، هم مش عارفين يحددوا السبب، نيورولوجيكالي ديتيريوريتنج، اول حاجه بفتح افلام الام ار اي ادور على ديفيوز اكزونال انجري عشان استبعده. طب هستبعده ازاي؟ باللوكيشن بتاعته، او هاكد عليه ازاي باللوكيشن بتاعه؟ ان هو بيقول لك ان الدايجنوزس بتاعه يعني الاوت كام بتاع الديفيوز اكزونال انجري بيتحدد على حسب هو موجود في انهي اماكن.
في ستيجنج معمول ده هيستوباثولوجي وقالوا لك ممكن تابلاي على الام ار اي ان ستيج 1 ان هو يبقى فيه سب كورتيكال ليجنز بس مينيمال كده في الساي عند السب كورتيكال. الستيج 2 ان انا الاقي في الكوربس كالوزم والوايت ماتر، وستيج 3 ان انا الاقي في الميد برين والبونز. يبقى دي الاماكن اللي انا بدور فيها، بدور في السب كورتيكال اريا، بعد كده بدور في الكوربس كالوزم، بعد كده بدور في البونز او البرين ستيم. تمام، دي الحاله اللي هو لو انت لاكي تشوفها ان انت تلاقي ايه بيتيكال هيموريدج كده. في الام ار اي انا عندي فلير تمام، واللي جنبه ده جريدينت. ايه اللي انا شايفاه فلير؟ في الفلير انا شايفه في الساي كده هاي سيجنال سب كورتيكال وفي البيزال جانجلي اوكي، وفي الجريدينت شايفه في الساي بلومينج يعني اسود نتيجه هيموريدج سب كورتيكال في الفرونتال لوبس. مع الكلينيكال باك جراوند انا اقول ان ده ديفيوز اكزونال انجري. حد شايف حاجه ثانيه؟ طيب هنا ايوه ده اللي انا كنت بقول، ان هو لو كميه صغيره من الهيموريدج تفوت مني لو انا مش راح ابص ان انا شايفه الفنتريك اللي اخره، لا في حاجه هنا هايبر وهنا حاجه هايبر. اخر حاجه معانا الاوبن هيد انجري والميسل هيد انجري اللي هو ايه؟ ده نوع تاني من التروما غير الترافيك والوقع من على السلم وكده، ان انا في جان شوت، في ميسلز، في طلقات، في بندقيه رش، في حاجه دخلت جوه فورين بادي. ايه الاسسمنت بتاعي اللي انا لازم اعرف ان في ثلاث انواع من القصه دي؟ اول حاجه بنتريتنج تايب، تانجنشال تايب، وبرفوريتنج تايب. تمام، خليني في التانجنشال اللي في النص. التانجنشال اللي في النص ده يعني الرصاصه جت وعدت جرحت السكالب والديوره والبون، ملهاش علاقه بالبرين. فانا ممكن الاقي ايه؟ الاقي فراكشر في البون، تراك كده عند الديوره، ممكن الاقي اكسترا اكزيال هيموراج ايا كان، بس حاجات كلها بره البرين. ومفيش ميسل كانال، يعني ايه؟ مفيش تراك زي ما كنا بناخد في الشرعي زمان اللي هو التراك بتاع الميسل الطلقه ماشيه فيه، مفيش، لان هو تانجنشال يعني عدت من بره. اوكي، بس انا هبقى اكسبكتنج ان انا هشوف حاجه بره في البون او في الايه او في المننجيس. بعد كده البنتريتنج، اف ذا ميسل ستايز وذين ذا برين، بارينكيما كوزنج ميسل كانال، دخلت ولقيتها فضلت جوه. اوكي، فبالتالي هلاقي تراك وهلاقي الميسل نفسها جوه. البرفوريتنج انها الميسل باس ثرو ذا برين وطلعت، ده معناه ان انا الكلام بتاع الشرعي بتاع زمان، هلاقي انتري بوينت واكزيت بوينت والتراك بينهم. اوكي، اللي هو الميسل باث. all this can be visualized بال CT، يبقى ده ال يعني الايمجنج موداليتي اللي هستخدمه السي تي. الايمجنج اناليسز قول البنتريتنج والتانجنشال والبرفوريتنج. البنتريتنج عملت بنتريشن وركنت جوه. اوكي، التانجنشال عدت من بره. اوكي، البرفوريتنج دخلت وعدت تاني ناحيه تانيه، برفوريتنج تو ذا اذر سايد غير البنتريتنج. البنتريتنج دخلت وركنت جوه، البرفوريتنج دخلت وطلعت، فانا لاقيه انتري ولاقيه اكزيت. اوكي، لما اجي اعمل اناليسز لازم اعمل اناليسز للباث بتاعها ونحدد الاكستنت والتايب بتاع الووند، البون فراجمنتس، الاند دريفن شين فراجمنتس، يعني هل خدت معاها جزء من السكال بون دخلته جوه، يعني وهي داخله كسرت بس في السكال، ولا خدت جزء من السكال دخلته جوه. تمام، واقول الانتري والاكزيت بتاعها لو هو في البنتريتنج تايب، وبعد كده اعمل اسسمنت كانها تروما، اشوف في انترا فنتريكولار هيموريدج، فنتريكولار لاسريشنز، مش عارفه انترا بارينكمال اديما، انترا بارينكمال هيموريدج، اي حاجه ثانيه لها علاقه بالتروما. بس الاولانيه دي هي اللي مهمه، اللي هو احدد التراك بتاعها دخلت منين وراحت فين. اوكي، لسه موجوده ولا طلعت. تمام، في بون فراجمنتس، بون فراجمنتس دي دريفن، دخلت لي هي، خدت البون فراجمنتس دي ودخلتهم لي جوه البرين، في هواء جوه البرين، الحاجات دي كلها لازم انا احددها في الحالات بتاعه الجان شوتس وكده. زي الحاله دي كده انا شايفه ايه؟ شايفه مالتيبل ميسلز. اوكي، وده الاريا بتاعه الانتري زي ما يكون فيها فراكشن، وفي نيوموكافلس هواء. تمام، طيب ودي لازم اعمل ايه؟ اشوفها سوفت تيشو ويندو واروح ابص عليها بون ويندو عشان اساس برضو الفراكشر شكله عامل ازاي اللي المثل عملته، وده البنتريتنج تايم. دي واحده ثانيه اهو اهي، وده اتعمل لها ايفاكيويشن عشان كان في بلاد، في مالتيبل فراجمنتس دخلت جوه، ده اللي انا كنت بقول عليه ان حصل فراكشر وفي المثل دخلت وخدت مالتيبل فراجمنت. هتقول لي انا مش شايف الجزء اللي هي خرجت منه عشان مش لازم تبقى الاكزيت بتاعه على نفس اللاين. انا لما بكتب بنتريتنج هنا انا بكتب على
على الحاله اللي انا جايبه منها، اوكي، اللي هي ممكن يبقى فيه ليفلز ثانيه انا شايفه الانتري وشايفه الاكزيت، يعني مش لازم تدخل وتطلع كده، مش قصاد بعض، هي يعني ممكن تطلع تدخل كده وتطلع كده. اوكي، اخر حاجه هنقولها ان انا في القصه بتاعه البرين تروما، قصه كبيره جدا وفيها حاجات كتيره جدا بيوند ان انا اقدر اكفر السيستمز كلها، لكن اللي احنا عملنا له كفرنج النهارده ان انا ابقى عارف الايمجنج موداليتي اللي انا هطلبها وهطلبها ليه وعشان ايه، وتاني حاجه ان انا اكسكلود الهيموراج واكسكلود البرين هيرنيشن اللي هو الماس افكت. دول النقطتين اللي يهموني ان انا ابريدكت من السي تي، والى جانب ان انا بالام ار اي الديفيوز اكزونال انرجي انجري ده اقدر اعمله دايجنوزس بالام ار اي وين كلينيكالي سسبكتد. تمام. طيب القصه بتاعه الكلاسيفيكيشن بتاعه التروماتيك انتروكرينيال ليجنز بتبقى حاجتين، برايمري ليجنز وسكندري ليجنز. احنا معظم الحاجات البرايمري غطيناها اللي هو اتكلمنا على الديفيوز اكزونال انجري والكورتيكال كونتيوجنز وكل انواع الهيموريدج البرايمري هيموريدج، لكن في حاجات بقى بتاعه الفاسكولار اللي هي الارتيريال ديسكشن واليورال ساينس ترومبوزس ومش عارفه التروماتيك باي اركنويد انجرز الحاجات دي كلها والكرينيال نيرف انجرز، دي حاجات شويه سوفيستيكيتد وادفانس ان احنا نتكلم عليها. اه ممكن تقراها وتشتغل فيها، بس انا براعي ان احنا عندنا فاريشن في انواع الحضور، يعني مش كل الناس نفس الكاتيجوري. السكندري ليجنز هي اللي محتاجين تبقوا تقروا عنها. تمام، يبقى دي كده كل النقط. انا حتى السلايد دي في الاخر بحيث ان اللي تبقى عارف الاوت لاين وتبقى عارف ايه اللي احنا يعني امفاسايزد عليه النهارده. تمام، دي ريفرنسز بتاعتنا برضو لو حد حابب يرجع لها. تمام، انا كده خلصنا المحاضره بتاعت النهارده.